Good morning, dear excellencies, dear guests. I'd like to welcome you to the second day of our conference, Jordan in a Changing Regional Environment. After the dance program yesterday, I hope you all found enough time to rest and you're ready for our three panels today. It seems that we are moving in concentric circles. We covered most of the immediate neighborhood of Jordan yesterday, Syria, Iraq, Israel and Palestine, and we continue today with Saudi Arabia and other Gulf states, and then move to Iran and Turkey, and then finally to Russia, Europe and the US. I'm looking forward to our discussions, and I'm now handing over to Oraiba Rantawi to introduce the topics of our first panels. Thank you. Thank you, Anita. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الأخوات والإخوة، أهلا بكم في اليوم الثاني من أشغال هذا المؤتمر. الأردن في بيئة إقليمية متغيرة، سيناريوهات المرحلة المقبلة. اليوم سنلامس موضوعا في منتهى الأهمية ويتعلق بالأردن والخليج، ونأمل أن يكون بحثنا مستقبليا في هذا المجال. الأردن علاقات مع دول الخليج الست، لكنها ليست بنفس الوزن وليست بنفس السوية، وللأردن شبكة مصالح عميقة مع دول الخليج بالمعنى الجيوسياسي، بالمعنى المالي والاقتصادي، بمعنى السوق والعمالة والتحويلات، بالمعنى من منظور الأمن القومي العربي، حسابات كثيرة طويلة عميقة متداخلة تجعل الأردن في معظم المراحل والحقب يغرد من ضمن السرب الخليجي وليس من خارجه. لكن الخليج نفسه يواجه جملة من التحديات التي نأمل أن نتعامل معها ونتحدث معها ببعض من الأريحية والصراحة والعلمية إن شئتم. النفط يتآكل، والتقديرات في السنوات الخمس أو العشر القادمة سوداوية في هذا الموضوع، ومكانة الدول المنتجة والمصدرة تتآكل بتآكل النفط وعائداته، وموارد الدول المتلقية لآثار النفط الجانبية كالأردن، لسنا دولة مصدرة ولا منتجة، أيضا آثار مهمة في هذا المجال، فيما خص العمالة، فيما خص التحويلات، فيما خص الوضع الداخلي للخليج، كل ذلك يعني ينعكس مباشرة على الأردن. الخليج مشتبك في معظم أزمات المنطقة إن لم نقل جميعها، وتمت سياسات خارجة عن المألوف انتهجت خلال السنوات الثلاث الفائتة من قبل دول الخليج الأساسية تحديدا. ثمت نزعة تدخلية عند بعض الدول الخليجية في أزمات المنطقة غير مألوفة على الإطلاق. اندلاع الأزمة داخل البيت الخليجي أمر يسبب إرباكا للحسابات الأردنية ويجعل الدبلوماسية في وضع حرج في هذا المجال. أين تلتقي وأين تفترق المواقف والسياسات الأردنية من دول الخليج الرئيسة؟ أية أفكار يمكن أن نطرحها لتعزيز وتطوير علاقاتنا مع الإخوة والأشقاء في دول الخليج؟ أمس طرأ تطور بالغ الأهمية، وأحسب أنه سينعكس على النقاشات والمداولات في هذه الجلسة. استقالة رئيس الوزراء اللبناني غير المألوفة في الرياض ومنها، أمر وضع اللبنانيين بالأمس في حالة مزرية، احتبست الأنفاس والقلوب بالأمس في لبنان، رغم أن كل السياسيين اللبنانيين بالأمس ظهروا على شاشات التلفزة ليبعثوا برسائل طمأنينة، إلا أن حالة القلق ما زالت سائدة. هل نحن ذاهبون إلى مواجهة إقليمية كبرى؟
هل سقط الغطاء الإقليمي عن لبنان؟ هل خسر لبنان شبكة أمانه الإقليمية والدولية؟ هل سقطت سياسة النأي بالنفس التي اتبعها لبنان؟ هل سقط توافق اللبنانيين على إبقاء خلافاتهم في سوريا وحولها خارج لبنان والتعامل مع ما يمكن أن يتعاملوا به داخل الساحة اللبنانية؟ أسئلة مفتوحة على شتى الاحتمالات. قبل أيام كتبت مقالا بعنوان لبنان إلى صناديق الذخيرة أم إلى صناديق الاقتراع، ويبدو أنني لم أصب في تقديراتي، إذ رجحت أن لبنان سيذهب إلى صناديق الاقتراع وأن ما يجري ليس سوى عض أصابع واستعراض قوة توطئة للانتخابات المقررة في أيار مايو المقبل. لكن الآن أستطيع أن أقول أن احتمالات الذهاب إلى صناديق الذخيرة وصناديق الاقتراع متساوية. هذا تطور بالغ الأهمية له علاقة في صميم موضوعنا اليوم. ثم هذه التحولات الدراماتيكية التي طرأت بالأمس في السعودية ذاتها، من إقالة الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني إلى حملة اعتقالات واسعة شملت 11 أميرا وحوالي 30 وزيرا سابقا وحاليا وغير ذلك من شخصيات سياسية وإعلامية، ظننا ذات يوم أنها عصية على مثل هذه الإجراءات، فإذا بها تستدعى أمس على عجل للتحقيق والمساءلة والإقامة الجبرية والاعتقال. ماذا يجري في السعودية وكيف سينعكس ذلك على كل أوضاع المنطقة، على البيت الخليجي الداخلي، على العلاقة الخليجية الأردنية، على العلاقة الخليجية الإيرانية، على المشهد الإقليمي، أزماته المفتوحة في المنطقة؟ أسئلة وتساؤلات نأمل من الله أن يتمكن ضيوفنا الكرام من تقديم إجابات عليها. وقبل أن أحيل الكلمة إلى رئيس الجلسة الأخ والصديق خير الدين خير أبو صعليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وهو نائب مخضرم، وفوق هذا وذاك نحن نعتز دائما بصداقته لمركز القدس للدراسات السياسية وحرصه الدائم على المشاركة في أنشطتنا. أستاذ خير الدين، تفضل الإدارة لك. شكرا أخي عريب. صباح الخير للسيدات والسادة الحضور، وأهلا وسهلا بكم جميعا. واسمحوا لي بداية أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مركز القدس للدراسات الدولية، ممثلا بأخي الصديق المميز عريب الرنتاوي، وإلى مؤسسة كونراد أديناور وممثلتها في الأردن الدكتورة أنيتا رانكو على تنظيم هذه الورشة التي تأتي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى معرفة الظروف التي تحيط بنا في ظل بيئة فعلا متغيرة، وفي فعل بالفعل في أجواء سريعة التقلب، حتى يعني لابد من إجراء تحليل معمق حتى نستطيع معرفة ظروف هذه المرحلة. نحن اليوم نتحدث في هذه الندوة التي عنوانها الأردن والخليج نظرة مستقبلية، لابد أن نعرف بعض الحقائق التي تحيط بها العلاقة الأردنية الخليجية. الاستثمارات الكويتية في المملكة الأردنية الهاشمية تقدر بحوالي 13 مليار دولار، أيضا الاستثمارات السعودية تقريبا 14 مليار دولار. حوالات المغتربين الأردنيين في الخارج أيتها السيدات والسادة تشكل 10% من الناتج الإجمالي المحلي. العدد الأردنيين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية حوالي 420 ألف أردني يعملون في كافة الوظائف في المملكة العربية السعودية. الحقيقة هذه الأرقام تضعنا ويعني تضع معايير لهذه العلاقة، ولكن أيضا بعيدا عن حسابات المصالح وعن الحسابات الجيوسياسية، الأردن ودول الخليج الست يرتبط بعلاقات وثيقة وعلاقات تاريخية وتقوم على الاحترام المتبادل. الأردن يشارك دول الخليج الست ما يحيطه من مقاومة الإرهاب الفكري والإرهاب المعنوي والإرهاب الفيزيائي بكافة أشكاله. الأردن يتعامل أيضا مع الخليج في مشاكل مشتركة مثل مشاكل
مشاكل البطالة لدى الشباب. الحقيقة الأردن يعني يتعامل بروح إيجابية مع دول الخليج، ولطالما كانت العلاقات الأردنية الخليجية علاقات متزنة. هناك ظروف تحيط بالمنطقة وهناك متغيرات كثيرة تفرض نوع من الإيقاع في تعامل المملكة الأردنية الهاشمية مع أشقائها في دول الخليج التي بالفعل تتقدم علاقات الأخوة وعلى العلاقات التاريخية على علاقات المصالح وعلى حسابات المصالح. للحديث بعمق أكثر في هذه المحاور يشرفنا أن يكون معنا ثلاثة من الضيوف المخضرمين وهم أساتذة كبار. نبدأ حديثنا في راح نعطي لكل متحدث 15 دقيقة ونتحدث الحقيقة بشيء من التفصيل عن هذه العلاقات. نبدأ من معالي الدكتور سامي النصف الكابتن الطيار، وهو رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ووزير الإعلام الكويتي الأسبق، وله العديد من المقالات في زاويات يومية في جريدتي الأنباء والقبس الكويتيتين، ويعني دائما نجده مشارك على الفضائيات. معالي الوزير، نريد أن نستمع منك في مداخلتك التي ستتحدث بها، ونريد أيضا أن تضيفنا وتطلعنا على الموقف الخليجي من أحداث مهمة. لغاية أمس كان في حدثين مهمين، واليوم في حدث آخر لدينا بسنة 2022 استضافة قطر لتصفيات كأس العالم، وهو بكل تأكيد حدث مهم في المنطقة، بالإضافة إلى ما يتبع ذلك من روابط أيضا اقتصادية. ولدينا أيضا مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وأمس كان لدينا ما جرى بالمملكة العربية السعودية من حركة، وأنا بعتبرها حركة إصلاحية. نريد أن نستمع منك، هل الخليجيون متوحدون حول هذه المواقف؟ كيف يتعامل الخليجيون مع تصفيات كأس العالم في قطر ومدينة نيوم؟ هل الخليجيون متوحدون في دعم هذه القضايا؟ الحديث لك معالي الأخ الكريم، ويعني إن شاء الله أنت خير من يتحدث في هذا الموضوع. الله يسلمك، جزيل الشكر في البدء للصديق الأخ ريب الرنتاوي لمؤسسة القدس للدراسات ولمؤسسة أدناور على الاستضافة وعلى طرح هذه القضايا الهامة. يمكن بالمقدمة اللي ذكرت من قبل الأخ ريب واللي ذكرتها دكتور خير بقضية العلاقة مع الأردن ما يوفي ويكفي، وأن كنت ستطرق لها بالورقة الآن لأنه الذاكرة بهذا السن تختفي سريعا، خليني أجاوب من الآخر ثم أبدأ. أنا قررت يمكن قبل ما يقارب الأسبوع قلت فيه أن الشعوب الخليجية داعمة جميعا، كل الشعوب الخليجية الست دول من أقصى شمال الكويت إلى أقصى جنوب عمان داعمة لمشروع الأمل السعودي مدينة نيوم، وداعمة لكأس العالم في قطر، وداعمة بإكسبو 2020 بالإمارات، ولكل مشاريع التنمية بالبحرين وبالكويت وعمان. أنا أعتقد الشعوب الخليجية يعني لا تختلف فيما بينها، وأتصور أنه حتى إذا كان هناك تباين في هذا الوقت نأمل جميعا بحله سريعا، لأن بالنهاية أتصور أنه الخليج أمام تحديات خطرة. الإضرار بالخليج لا يكتفي بالإضرار بالخليج ودوله الست، بل يمتد الضرر على الدول العربية الأخرى، لأنه أكبر داعم لمشاريع التنمية بالدول العربية هي الدول الخليجية، وبالتالي الحرص على الدول الخليجية يجب أن يكون منطلق كل عربي. وبالتالي لهذا السبب يعني سأبدأ بالقول أنه العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الست في أفضل حال، بل لو كان لمجلس التعاون أن يتمدد وأن يضم له دولة أخرى، وهذا ما أدعمه شخصيا، أعتقد أن الأردن هي أقرب دولة لأن تضم لمجلس التعاون وأن تصبح الدولة السابعة، إذا لم يسمح النظام الأساسي كون دول مجلس التعاون هي لدول الخليج العربي، حتى لو لم يسمح يمكن للأردن أن تكون ذات صفة خاصة لتقارب الأنظمة،
تقارب الرؤى نحو التحديات الاستراتيجية التي تحيط بالمنطقة، ولتاريخ مشترك ما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول الخليج، حتى أن الملكة رانيا حفظها الله هي من بنات الكويت، يعني ربت وترعرعت بالكويت، وأنا معجب حتى بالمشروع اللي هي تقوم به الآن نحو التخطيط الاستراتيجي لنقلة نوعية بالأردن، لأنه هذه قضية هامة ستطرق لها كذلك ضمن الورقة. الحقيقة أنه العلاقة بين الدول الخليجية والأردن ممثلة بقيادتها السياسية الحكيمة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، علاقة استراتيجية هامة، وهم القيادات الخليجية الست والقيادة الأردنية يعتبروا مؤسسات أمن واستقرار للمنظومة العربية. يعني شهدنا بالست سنوات السابقة وقبلها بسنوات عديدة قضية الانقلابات العسكرية اللي تحولت إلى ثورات شعبية مدمرة، كان عناصر الاستقرار بالمنطقة هي منظومة دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي هذا يؤهل لعلاقة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على مبدأ الربح ربح، تربح الدول الخليجية وتربح كذلك الأردن. لربما أن العلاقة المثلى بين الأردن والخليج يجب أن تقوم كذلك على مبدأ هام، هو أن نتوقف عن الإيمان بعكس الحكمة الصينية المعروفة. هناك من يعتقد سواء بعلاقة شعوبنا العربية بحكوماتنا أو بعلاقة حكوماتنا مع حكوماتنا بمبدأ قريب، يعني يختلف تماما عن الحكمة الصينية. المبدأ هو أنني أريد منك معين لا ينضب من السمك، ولا أريد أن أتعلم صيد السمك. هذا الأمر نراه في علاقة بعض الأحيان شعوبنا بحكوماتنا، نرى الشعوب تريد كل شيء ولا تريد أن تعطي شيء، تريد التعليم والصحة والتنمية وكل الأمور الجميلة، ولا نسمع بالمقابل رغبة من الشعوب بأن تغير الثقافات المتوارثة. والبارحة سمعنا مقولة موجودة في كل حتى دولنا الخليجية، هناك من يريد الوظيفة ولا يريد العمل، حتى أصبحت الوظيفة المثلى هي الوظيفة اللي لا عمل بها، وهذه قضية يعني غير منصفة للحكومات. إن أردت أن تعطيك الحكومات على الشعوب كذلك أن تقوم بعمل مقابل، أن تزداد إنتاجية المواطن، أن تتحول دولنا من دول قائمة على عجوزات اقتصادية ومالية إلى دول لديها فوائض. لربما يعني ضمن الورقة اللي أذكرها أنه علينا أن نعلم أن أقنى دول العالم ليست الدول النفطية وليست الدول الصناعية وليست الدول الزراعية، أقنى دول العالم هي دول الخدمات والسياحة والاستثمار، كحال سنغافورة وحال سويسرا وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وغيرها. وأنا أرى أنه الأردن مؤهل هذه المرة أن يتحول إلى صقر عربي آسيوي كحال نمور شرق آسيا. لدينا قدرة في الأردن على أن نتحول إلى وضع أفضل بكثير من مقام. الأردن فاتته فرصة بالعام 75 عندما اشتعلت الحرب الأهلية اللبنانية، كان بإمكان الأردن أن ينهض آنذاك كمركز مالي وسياحي وخدماتي، على أنه لربما القلق من القضايا الأمنية فوت الفرصة. الآن الفرصة ترجع مرة أخرى. الاضطراب القائم بالمنطقة في العراق، في سوريا، في اليمن، في ليبيا وغيرها من مناطق يؤهل الأردن للقيام بهذا الدور الهام، الدور الخدماتي السياحي. وأعطي مثال بسيط من أرقام أخذتها من التريدينج إيكونومكس اللي هو موقع بنيويورك، يزوره 270 مليون زائر. أرقامه هي أرقام أكتوبر 2017، يعني أرقام ثلاث أو أربع أيام سابقة. ضمنه نقارن بين الأردن وبعض دول غرب آسيا
العربية وبعض نمور شرق آسيا. لو أخذنا الأردن في مقارنة سريعة مع هونغ كونغ، هونغ كونغ عدد سكان يقارب عدد سكان الأردن، مساحة هونغ كونغ 900 كيلو، مساحة الأردن يعني مساحة هونغ كونغ 1%، متساوي. مع ذلك نرى أن الاستثمار بالإنسان استطاع أن يجعل معدل الدخل في هونغ كونغ يقارب 36,725، بينما معدل الدخل بالأردن 3,258 دولار، يعني أكثر من 10 أضعاف على أرض تمثل 1%. ومعروف أن هونغ كونغ ما فيها لا موارد نفطية ولا غيره، إنما مجرد خدمات. لو نظرنا إلى قطاع السياحة نجد أن السياحة بالأردن بلغت ما يقارب 5 مليون، السياحة في هونغ كونغ وصلت إلى 56 مليون. إذا قارنا كذلك صقر آخر متوثب لو أعطيناه الفرصة اللي هو لبنان، لبنان مساحتها 10,452 كيلو متر مربع، لو قسناها وفيها جبال، لو قسناها يعني لو حولنا الجبال إلى مساحة تربيعية لتضاعف العدد. سنغافورة مساحتها 700 كيلو بنفس عدد السكان، الدخل في لبنان يقارب 5,000 دولار للفرد، الدخل في سنغافورة 36,000 دولار، يعني أكثر من 10 أضعاف. السياحة نفس الشيء، لبنان 1.5 مليون سائح، سنغافورة 36 مليون سائح. نفس الأمر لو قارنا العراق 25 مليون بماليزيا نفس عدد السكان، ومعدل الدخل بالعراق يقارب 3,000 دولار، أكثر من 10 أضعاف ماليزيا. علما بأن الثلاث دول الأسيوية هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا بها ديمقراطية غير كاملة الدسم، يعني ديمقراطية محدودة، بينما العراق والأردن ولبنان بها ديمقراطية كاملة الدسم. هذا رد على من يرى أنه والله مجرد التحول للديمقراطية تصل لنا المن والسلوى، يعني نحصل على كل شيء. أعتقد الأمر غير ذلك بدلالة هذه الدول مقارنة بتلك. أتصور أنه علينا أن نعي هذه الحقائق، علينا أن نعي أن علينا أن نهتم بالتعليم. واليوم أنا سعيد باللي قرأته مع بمقابلة جريدة القد مع وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور عمر البزاز والرزاز، واهتمامه الشديد بالتعليم والرغبة بتطوير التعليم، لأنه مقاربة التعليم الحالي بتعليم ما يحتاجه القرن 21. دون التفكير بهذا الأمر، دون التفكير بتطوير البشر، أعتقد ستبقى يعني العلاقة سواء كما ذكرت ما بين الشعوب والحكومات وما بين الحكومات والحكومات. لا تستطيع حكومات أن تعتمد على حكومات أخرى في عطاء متواصل. الجميع يعلم بأن هناك إشكالات اقتصادية حقيقية الآن بالخليج، والجميع يعلم كذلك أن بإمكان النفط أن يتحول من سلعة استراتيجية إلى سلعة هامشية، كما حدث مع الفحم. قبل 100 سنة كان الفحم هو اللي يعني تدفأ به البيوت وتمشي به القطارات والبواخر ووسائل النقل. في خلال 10 سنوات تغير الحال إلى التحول إلى النفط، حتى أنه في صورة تقليدية مشهورة فيها الفيفث أفنيو بنيويورك عام 1900 كان 90% من السيارات تجرها الحصن و10% على النفط. بعد 10 سنوات تحول الأمر إلى العكس، كل السيارات سيارات على الوقود وفقط 10% على الحصان. وبالتالي الاعتماد على مدد يعني متواصل أتصور أنه ما يؤسس إلى علاقة جيدة، حال بعض المقولات التي تنتشر يعني في قضية النفط وملكية النفط وغيرها. أنا أتصور هذه يعني لا تساعد على علاقة حميمية. القول أو البعض اللي روج أنه والله يعني نفط العرب للعرب بمفهوم أن نفط الخليج للجميع، هذا أمر لا يجوز. كل دولة لديها مواردها الخاصة، وهي من يتحكم بها، وهي من يتحكم بمواردها، وبالتالي لا يجوز لسلعة النفط الخليجي أن تكون استثناء من ذلك. النفط العراقي هو للعراق، والنفط الليبي لليبيا، والحال قناة السويس لمصر وغيرها وغيرها. وبالتالي ما يؤسس لعلاقة وثيقة أن نتفهم حقائق هذه
أنا يمكن عندي في وقتي المتبقي بودي أن أعرج على بعض ما قيل بالأمس، لأنه وجدت أنه قضايا هامة جدا لها علاقة كذلك بالعلاقة العربية العربية والأردنية الخليجية وغيرها. سمعنا بالأمس مقولات أنه طالما هناك بطالة وتهميش وغيره فأن هذا مبرر للإرهاب، وأنا أتصور الأمر غير ذلك تماما. لو كان الفقر هو سبب الإرهاب لكان أكثر الإرهابيين هنود، لأن الهند هي فيها أكثر الفقراء بالعالم. ولو كان القمع يؤسس للإرهاب لكان أكثر الإرهابيين من كوبا وكوريا الشمالية. ولو كان أو العزل أو غيره يؤسس للإرهاب كان الإرهابيين من طبقة المنبوذين بالهند. الأمر غير ذلك تماما. الآن منذ التسعينات حتى اليوم الإرهاب هو إرهاب إسلامي سني عربي. بالثمانينات للتسعينات كان الإرهاب إسلامي شيعي عربي، قبل ذلك كان الإرهاب يساري قومي عربي، وبالتالي لدينا ثقافة نحتاج إلى مواجهتها حتى لا نعطي المبرر للشاب الذي يعاني من البطالة على سبيل المثال بالتحول للإرهاب. يا أخي إذا كنت تعاني من البطالة عليك أن تطور ذاتك حتى تستطيع أن تعمل. إذا كانت هناك دولة فقيرة أو طبقة فقيرة عليها أن تعمل كذلك لتحسين حالها لا للتحول للإرهاب. نحن من يعطي الإرهابيين الحجج للتحول للإرهاب، لأنه هذه أمراض موجودة في كل مكان وزمان، لا توجد مدينة فاضلة على وجه الأرض، وبالتالي سيكون هناك دائما بطالة وسيكون هناك دائما فقر وتفاوت بالدخول. وعلينا أن نتوقف عن إعطاء هذه المبررات للإرهاب، لأنه يعني هذا الأمر أننا نربط الإرهاب بطلبات استحالة. لن يختفي الفقر ولا البطالة عنها. كذلك من اللي لاحظته أمس الحديث المليء بالأحلام عن القضية الأولى قضية فلسطين. أنا أعتقد قضية فلسطين تعاني من الجغرافيا والتاريخ. الجغرافيا أن أكثر من يتكلم عن القضية الفلسطينية لا يزور الأراضي المحتلة. أنا زرت الضفة 3 مرات، زرت القطاع أثناء الحصار 3 مرات وجلسنا مع قياداتهم، وقبل ذلك مع الشعب الفلسطيني هناك. زرت القدس 2. المعاناة كبيرة والتغيير الديمغرافي في الضفة بالذات كبير جدا، ما عاد في تلة إلا عليها مستوطنين. وبالتالي من يريد أن يتحدث عن القضية الفلسطينية عليه أن يزور فلسطين، وعليه أن يتحدث مع الفلسطينيين اللي يواجهون العدو في كل يوم. أما قضية أن يطالب من ليس لديه حدود مع إسرائيل بالحرب مع إسرائيل، ومن لا يملك النفط بمقاطعة بوقف تصدير النفط للغرب، والحال مع أئمة التشدد يبقوا هم وأبنائهم بالوطن ويرسلوا الأبناء الآخرين للإرهاب وغيرها، أتصور أنه هذه مفاهيم علينا أن نتوقف عنها. كذلك قضية خفض التوتر. أنا أتصور أنه خفض التوتر هو مسمى آخر لحالة لا حرب ولا سلم اللي دمرت الوطن العربي. بقينا في حالة لا حرب ولا سلم لهذه السنوات الطوالة. الآن تسوق قضية خفض التوتر. ما الذي تستفيده سوريا واللاجئين السوريين من خفض التوتر اللي بإمكانه أن يصعد مرة أخرى إلى حالة توتر كاملة؟ أتصور علينا أن ننظر إلى بعض المسميات وبعض الحلول التي طرحت بالأمس، وأن نأتي بحلول مستنبطة جديدة من خارج الصندوق للقضية الفلسطينية، للإشكال الفلسطيني اللي قاعد يتشدد التيار اليميني في فلسطين. ولربما يكون بنيامين نتنياهو آخر الرجال العقلاء رغم يمينيته المتطرفة اللي يمكن التعامل معه. المجتمع الإسرائيلي يتجه سريعا نحو اليمين المتشدد، وأعتقد أن الوضع في الضفة الغربية وفي غزة لا يعطي فسحة من الوقت للتعامل معه. وشكرا. أشكر الدكتور. كل الشكر معالي الدكتور الكابتن على هذه الإضاءات. الحقيقة حديث مهم يعني يحتاج إلى كثير من النقاش. أنا أشكرك على هذا الوضوح. قال معالي الدكتور سامي نصف أن الشعوب الخليجية داعمة لمشروع الأمل نيوم ولكأس العالم بقطر 2022 وهي متوحدة حول ذلك، وقال أن الأردن هو أقرب دولة للانضمام إلى مجلس التعاون، ربما تكون الدولة السابعة أو أن يحظى بمعاملة خاصة.
وقال أن الاستراتيجية العلاقة الاستراتيجية تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل، وأن برأيه أن الأردن هو مؤهل ليكون مركز مالي وخدماتي وسياحي نظرا للاضطراب اللي في الإقليم، وهو ينظر إلى العلاقة الخليجية الأردنية من هذا الإطار على اعتبار الأردن مؤهل ولديه موارد بشرية. وأنا الحقيقة شخصيا أشاركك معالي الدكتور فيما تحدثت به، وكان حديثا مهما لامس الحقيقة الواقع ويحتاج إلى كثير من التفاصيل الدقيقة لتطوير هذه الأفكار. محدثنا الثاني هو الكاتب سلمان عبد العزيز العقيلي، سليمان عبد العزيز العقيلي، وهو كاتب صحفي ومحلل سياسي حاصل على بكالوريوس صحافة وإعلام من جامعة الملك سعود، وحاصل أيضا على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة الجزيرة، ولدي كثير من المقالات المهمة. أخي الأستاذ سليمان العقيلي، الحقيقة الشقيقة الكبرى أنا بسميها المملكة العربية السعودية ترتبط بالأردن بعلاقات وثيقة، وأنا شخصيا شرفني زملائي في مجلس النواب باختياري رئيسا للجنة الصداقة الأردنية السعودية، اللجنة البرلمانية، ويعني كان لدينا كثير من النقاشات مع إخواننا في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية بدأت بخطة طموحة وهي خطة 2030. المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق المشروع الأضخم في المنطقة، مشروع الأمل نيوم. أيضا المملكة العربية السعودية يعني أمس تحديدا ليلة أمس كان هناك كثير من الأحداث على الساحة السعودية. نريد أخي دكتور سليمان أن تطمننا على السعودية، أيضا نريد أن نستمع منك إلى أثر الأوضاع الراهنة، وخاصة في ظل تراجع المكانة الاستراتيجية للنفط على علاقة السعودية بدول الجوار، وتحديدا في محور حديثنا اليوم عن الأردن. الأردن لديه 420 ألف أردني مغترب بالمملكة العربية السعودية، وأيضا نحن نتفهم حق السعودية في تشغيل أبنائها، لكن أيضا السعودية ترتبط بعلاقات مهمة مع دول الجوار. نريد منك بخلال هذا الحديث القادم أن تطمننا عن الأوضاع في المملكة العربية السعودية، وتعطينا قراءة سريعة لأبرز محاور هذه الجلسة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأشكر أخي الأستاذ عريب الرنتاوي الذي كان صديقا لي عبر الفضائيات بمشاكساته اليسارية مع رجل محافظ مثلي من المملكة العربية السعودية، وغدا اليوم وبدعوته الكريمة لمحفلكم السياسي هذا صديقا شخصيا وأعتز بذلك. في الواقع إنه المملكة العربية السعودية هي المفتاح الرئيسي للعلاقات الخليجية الأردنية، ونعرف أن البلدين كلاهما في وضع جيوسياسي حساس ودقيق، ولكن يختلف الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية عنه في الأردن، حيث أن الأردن بلد بدون موارد طبيعية، بينما المملكة العربية السعودية تحفل بالثروات والموارد الطبيعية. ولكن الحقيقة أن ما يجمع البلدين ليست الثروات والمصالح الاقتصادية، ولكن أكثر من ذلك يجمعهما الأمن الوطني والإقليمي والقومي للأمة العربية، والمصالح العليا المشتركة للأمة العربية ولمنطقة الشرق الأوسط. لو سمحتوا لي أبدأ بس بنبذة تاريخية بسيطة عن انطلاقة التحالف السعودي الأردني أو الأردني السعودي، لكي نعطي فكرة عن المنطلقات التي قامت عليها هذه العلاقات، باعتبار أن المملكة العربية السعودية هي النافذة نحو الخليج العربي، وهي الدولة الأكبر في العلاقات الخليجية الأردنية.
في عام 1957 اجتازت فرقتان عسكريتان سوريتان الحدود السورية نحو الأردن مع ما كان يعد انقلاب في الأردن، وجاءت هذه التطورات في أعقاب حرب السويس، وكان هذا يمثل ضغط على المملكة الأردنية الهاشمية. في تلك الفترة وجه الملك حسين رحمه الله يعني نداء إلى الملك سعود رحمه الله، فتوجهت قوات كبيرة سعودية نحو العقبة. وأعتقد من وجهة نظري التاريخية أن هذا العام كان بداية التحالف الاستراتيجي بين الأردن والمملكة العربية السعودية. وفي عام 1962 تضامن الأردن عسكريا مع المملكة العربية السعودية في حرب اليمن، وتوجهت قوات عسكرية إلى الحدود الجنوبية السعودية، وبالذات الطائرات العسكرية التي ساعدت في نقل العتاد والجيش السعودي من الطائف ومن الرياض إلى الحدود الجنوبية السعودية. هذا يعطي فكرة أن الأمن ووضع البلدين الجيوسياسي ونظامهما الملكيان أكبر كثيرا من علاقة المصالح التي ربما الاقتصادية رغم ضخامة دورها التي تحدث عنها بعض الزملاء يوم أمس في جلستي أمس. ولذلك أنا أعتقد أن البلدين يدافعان عن بعضهما بدافع الأمن القومي لكلاهما ولصيانة الأمن القومي العربي. وبالنسبة ولذلك تلاحظون أخواني الكرام أن سوريا واليمن كلاهما، ونحن الآن نعيش أزمتان في سوريا وفي اليمن، كانا هما المنطلقان الرئيسيان للتحالف السعودي الأردني في الخمسينات وفي بداية الستينات. وهذا ربط من المهم من الناحية التاريخية لبناء العلاقة الاستراتيجية بين الرياض وعمان. وننطلق من هذه الرؤية التاريخية للوقوف على الدور الأردني في التحالف العربي لدعم الشرعية المكون من 13 دولة عربية. أعتقد أن الأردن في اشتراكه بهذا التحالف هو يدافع عن أمنه الوطني وعن الأمن القومي العربي في الجزيرة العربية وفي الخليج، وأن هذا جاء من منطلقات استراتيجية بالدرجة الأولى وليس لاعتبارات اقتصادية. وبالتأكيد أن الأردن يهمه أمن البحر الأحمر باعتبار أن خليج العقبة منفذه البحري الوحيد على التجارة العالمية، ويهمه أيضا الأمن والاستقرار في الخليج والجزيرة العربية باعتبارهما العمق الاستراتيجي للمملكة الأردنية الهاشمية. ومن وجهة نظري أن اشتراك الأردن في التحالف العربي دعم الشرعية قوى التحالف السعودي الأردني وبالتالي التحالف الخليجي الأردني، وصان هذه العلاقة صيانة كبيرة بعدما اعتراها شيء من الجمود في بداية التسعينات أثناء حرب الخليج الثانية. وفي تقديري من الناحية الأخرى أن الأردن أيضا اتخذ موقفا سياسيا اتسم بالكياسة والحكمة بفضل الإدارة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني في الأزمة القطرية مع شقائها. وأعتقد أن الأزمة القطرية مع جيرانها
هي أزمة هيكلية من الدرجة الأولى وذات تعقيدات أكبر مما يتصور بعض المراقبين الذين يرون أن الأزمة جزء من ممارسات الترف السياسي في المنطقة العربية. القطر في حقيقة الأمر تمثل مشروع سياسي أو الحقيقة أنها تدافع عن مشروع سياسي. المملكة العربية السعودية وأشقائها في الإمارات وفي البحرين وفي جمهورية مصر العربية تمثل مشروع سياسي وتدافع عن مشروع سياسي. السعودية وأشقائها مشروع سياسي، مشروع الاستقرار والأمن، اللذان يتعرضان لتهديدات ومخاطر راهنة ومحتملة. وقطر في الحقيقة تمثل من وجهة النظر السعودية والخليجية والمصرية مشروع التثوير والتغيير في النظام العربي، ورأينا ملامح التثوير كيف كانت مآلاتها في إحداث الفوضى الأمنية والسياسية. وفي الحقيقة ودخولا على فوضى ما يسمى بالربيع العربي، فقد كانت التحولات في المنطقة العربية نتيجة الثورات وحركة التغيير التي بدأت في أواخر 2010 ومطلع عام 2011 نقطة تحول كبيرة في إعادة رسم وتشكيل ملامح مرحلة جديدة في النظام الإقليمي بما أفرزته من ولادة حكومات جديدة وأنظمة مغايرة لما كان سائدا، بالإضافة إلى سيادة قيم اجتماعية مختلفة. لقد قلب تأثير حركة التغيير في المنطقة العربية أو ما بات يعرف بالربيع العربي موازين القوى ليعاد تشكيل المشهد الاستراتيجي في المنطقة برمتها، وهو ما وصف بصدمة نظرية أو فلم يكن أحد قادرا على التنبؤ بما حدث رغم وجود نظريات العدوى ونماذج الدومينو. وباتت هواجس المملكة العربية السعودية وهواجس الأردن وأشقائهم من الدول المستقرة من جراء هذه التغييرات الجديدة ضمن أولوياتهم الإقليمية، ولذلك ارتبطت عملية التغيير في السياسة السعودية في التعامل مع القضايا الإقليمية بتحولات شهدها ويشهدها النظام السياسي فيها، وبإدراكها لحجم تراجع دور ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها باتت السعودية أي أقصد تخوض معركتها في المواجهة وحيدة ومع أشقائها أحيانا سواء على صعيد التحديات الداخلية أو الخارجية، إذ ينطلق التحرك السعودي الفاعل تجاه الأزمات الإقليمية من إدراك للمخاطر الماثلة والمخاطر المحتملة بما يملي على المملكة أن تكون طرفا أكثر تأثيرا في شكل ونمط التفاعلات السائدة في المنطقة. من الناحية الاقتصادية والتأثير الأوضاع النفطية والاقتصادية في الخليج على الأردن، في الحقيقة أنه لا شك أنه التأثير كبير. الدول مجلس التعاون الخليجي خسرت بعد انخفاض أسعار النفط 122 مليار دولار في عام 2014 فقط، وأكثر من 200 مليار دولار عام 2015. وحسب الميزانيات المعتمدة لدول مجلس التعاون في عام 2015 فإنها تحتاج إلى أسعار تتراوح بين 90 دولار و 100 دولار لكي تحافظ على المستوى الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية التي وصلت إليها شعوبها. لكن حصلت عملية تكيف اقتصادي ويجعل هذه الدول
يعني تتعامل بمرونة مع سعر يتراوح بين 50 دولارا و 60 دولارا. للتمثيل، العجز في الموازنة السعودية عام 2015 كان 98 مليار دولار، وفي عام 2015 كان العجز السعودي في الموازنة العامة 87 مليار دولار. معدل الناتج المحلي بدول مجلس التعاون كان قبل أزمة النفط أو تراجع النفط بين 5 إلى 6%، والآن تراجع إلى 2.5 إلى 2%. وإذا يعني أدركنا أن 84% من إيرادات دول مجلس التعاون هي من مصدر واحد وهو النفط، فلكم أن تدركوا أثر النفط في دول مجلس التعاون. لكن من الجهة الأخرى، الحقيقة أنه تراجع أسعار النفط بهذه السرعة هو في الواقع يعني أحدث صدمة اقتصادية وسياسية للعقل السياسي والعقل الاقتصادي في دول مجلس التعاون، مما جعل هذه الدول تعيد النظر في هيكلة نظامها الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل. ولكن مصادر الدخل، في تنويع مصادر الدخل، عملية معقدة وطويلة وتحتاج إلى صبر ووقت طويلين. سأستعرض معكم الإجراءات السعودية التي اتخذت لتنويع مصادر الدخل وعلاقة ذلك بالوضع الاقتصادي الأردني، وهذا ما يهمنا في هذه الجلسة. المملكة العربية السعودية أطلقت في الواقع رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني، والهدف للرؤية في الواقع أهداف كثيرة، ومنها تنويع مصادر الدخل والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وربما أيضا الإصلاح السياسي. ستفاجئون في خطة المملكة العربية السعودية نحو التحول، مثل ما قال الدكتور نصف، للسياحة والخدمات. الآن المملكة تخطط لكي تستقبل 40 مليون سائح في 2030، منهم 30 مليون للسياحة الدينية و10 ملايين لسياحة الترفيه والمواقع الأثرية. أيضا لدى المملكة العربية السعودية لديها صندوق الاستثمارات العامة، تخطط أن يكون أكبر صندوق لسيادي في العالم، وهو يعني يقارب 800 مليار دولار. والمملكة الآن تستثمر 100 مليار دولار في صندوق رؤية، اسمه صندوق رؤية في سوفت بانك، وهو صندوق متخصص في التكنولوجيا، وموارده السنوية تصل إلى 20%. أيضا هناك شراكة سعودية مع شركة بلاكستون، وهي أكبر شركة للبنية التحتية في العالم، والمملكة تمثلت شراكتها مع بلاكستون بصندوق من 50 مليار دولار، والعائد الاستثماري من هذه الشراكة 14% سنويا. المملكة تخطط لخصخصة 5% من أرامكو، ولعلكم سمعتم مساء أمس
أو أمس يعني تمنيات الرئيس الأمريكي بأن تكون طرح أسهم أرامكو في السوق الأمريكية، وهذا يعطي فكرة عن المستوى الضخم لأسهم أرامكو عالميا وقدرتها على تحريك الأسواق الدولية، لأن السوق السعودية لا تحتمل حركة بهذا الحجم. في الواقع أنه المخاوف الأردنية أو العربية أو شركاء الرياض الاقتصاديين والسياسيين والاستراتيجيين من تراجع سعر النفط في غير محله، لأنه المملكة مثل ما قلت تنوع مصادر الدخل. هناك ثروات في المملكة العربية السعودية، 95% من ثروات المملكة لم تستغل حتى الآن. الذهب في المملكة تتجاوز قيمته 240 مليار دولار، الفضة 150 مليار دولار. خلال الأشهر الماضية أعلنت القيادة السعودية على لسان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن مشاريع ذات طبيعة استراتيجية للاقتصاد السعودي، وبالتأكيد أن جزءا منها يهم الاقتصاد الأردني. المملكة أطلقت مشروع البحر الأحمر السياحي ومشروع قرية القدية قرب الرياض، ومشروع يقترب من نموذج ديزني لاند، وأطلقت أيضا مشاريع عمرانية واقتصادية. ولكن الذي يهمكم في الحقيقة هو مشروع نيوم الذي يتجاوز الأراضي السعودية إلى الأراضي الأردنية وإلى الأراضي المصرية، وهو مشروع الحلم، ليس الحلم السعودي وإنما الحلم العربي. في الحقيقة أن المشروع هذا مذهل إذا ما تحقق ولو جزء بسيط منه، لأنه سيكون نموذج للتنمية الاقتصادية العربية. هو منطقة اقتصادية خاصة ممتدة بين ثلاث دول تمثل وجهة حيوية جديدة شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتسعى المملكة ليصبح هذا المشروع محور يجمع أفضل العقول والشركات في العالم، يتخطى حدود الابتكار إلى أعلى مستويات الحضارة الإنسانية. وتم تصميم هذه المنطقة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية الاقتصادية والاجتماعية وبالذات نمط المعيشة. من المتوقع أن يصبح مركز رائد للعالم كله، ويشكل بنوم مشروع نيوم منطقة تطوير حافلة بالفرص، وتشمل أراضي داخل الحدود الأردنية والمصرية. عندي معلومات كثيرة عن مشروع نيوم، ولكن أعتقد أن الوقت الآن يضايقنا أو يضغط علينا. أنا أؤكد لكم أن القوى العاملة الأردنية في المملكة العربية السعودية مطلوبة. لماذا؟ لأنها قوة ذات نوعية عالية ورفيعة. أنا الحقيقة وكثير من السعوديين معجبون بالتجربة الاقتصادية الأردنية. الحكم الرشيد في الأردن أنتج إدارة اقتصادية ناجعة وناجحة. الأردن رغم افتقاره للموارد لديه أفضل رعاية صحية في الدول العربية غير النفطية، لديه أفضل رعاية تعليمية في الدول العربية غير النفطية، لديه اقتصاد متوازن رغم الوضع الجيوسياسي الدقيق والضاغط على الإدارة الأردنية. في الحقيقة أن القوى العاملة الأردنية التي تتجاوز 420 ألف في المملكة العربية السعودية وتصل لربما مليون في دول الخليج كلها، هي في الحقيقة قوة فريدة. مهندسون ومعلمون وأطباء، ولذلك أي عملية هيكلة اقتصادية أو إعادة توطين في دول مجلس التعاون لن تؤثر بشكل كبير على القوى العاملة الأردنية، لأنها ذات نوعية
رفيعة. ونحن في الحقيقة نعتقد أن الأردن شريك اقتصادي استراتيجي بثرواته المتمثلة بالثروة ثروة القوى البشرية، وهي رأس مال الأردن كما هي رأس مال المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. وشكرا لكم. يعني أشكر أخي سلمان العقيلي على هذه الكلمات الموفقة، تحدث حول محاور أيضا مهمة. قال أن البلدين المملكة العربية السعودية والأردن تربطهما علاقة استراتيجية تاريخية في منظومة الأمن القومي، وبالتالي المصالح العليا تتغلب دائما. موقف الأردن يتصف بالكياسة والحكمة. أيضا تحدث عن تراجع أسعار النفط والتي أحدثت صدمة سياسية واقتصادية، مما أدى إلى إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد وفي المملكة العربية السعودية وتنويع مصادر الدخل. تحدث عن رؤية 2030 وكيف يتم تنويع مصادر الدخل طبقا لهذه الرؤية، سواء في مجال السياحة أو التكنولوجيا، وتحدث عن صندوق رؤية. أيضا موضوع خصخصة 5% من شركة أرامكو، وهي شركة عملاقة، مشروع الحلم العربي نيوم، واعتبره نموذجا للتنمية الاقتصادية العربية. وأيضا تم طمأنتنا حول القوى الأردنية العاملة في المملكة العربية السعودية، وأن الأردن سيبقى شريكا اقتصاديا نظرا للتميز لدى العنصر البشري الأردني، وهي العمالة الأردنية الموجودة في الشقيقة السعودية، عمالة متميزة وذات كفاءة عالية. شكرا أخي دكتور سلمان، أخي سلمان، على هذه الطرح القيم. ومحدثنا يعني باللغة الأردنية بيقولوا التالي للغالي، وكل الحاضرين غوالي هنا، أخي وصديقي معالي الدكتور سميح المعايطة، وهو وزير الدولة لشؤون الإعلام في سنة 2012، وأيضا نائب رئيس تحرير صحيفة السبيل والرباط، ورئيس هيئة التحرير في صحيفة العرب اليوم، ورئيس هيئة تحرير صحيفة الرأي، وباحث في مركز الدراسات الشرق الأوسط. معالي الأخ والصديق الدكتور سميح المعايطة، غني عن التعريف، أنا أريد معاليك قبل أن تشرع في كلمتك، أريد أن نتحدث حول وجهتين نظر يتم تداولهما على الأوساط الاقتصادية الأردنية والأوساط السياسية. وجهة النظر الأولى تقول أن المملكة الأردنية الهاشمية بهذا العمق التاريخي الضارب في أعماق التاريخ، ووجود المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك، يعني يبقى دائما الدور الإنساني والعلاقات تتقدم التاريخية تتقدم على حسابات المصالح. وأيضا لدينا وجهة نظر أخرى تطالب بإعادة تمحور الأردن في ظل ما يشهده المنطقة من اضطرابات. تحدث معالي الدكتور سامي النصف وقال نفط السعودية للسعوديين والنفط الليبي للليبيين وقناة السويس للمصريين. الأردن أنجز قانونا مهما، وهو قانون الاستثمار الأردني بهدف الاستفادة من الصناديق السيادية في المنطقة، إلا أن المساهمات ما زالت متواضعة. في ظل هذه البيئة المتغيرة وفي ظل هذه الظروف، وأنت يعني الحقيقة قريب جدا من صنع القرار وأنا أعلم ذلك، كيف ينظر الأردن الرسمي إلى هذه العلاقة مع دول الخليج؟ معليك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الشكر والتقدير لمركز القدس وللأستاذ الصديق عريب الرنتاوي على هذه أو على هذا التشريف بالحديث بين يدي النخبة الكريمة من المتحدثين والحضور في موضوع بجوز لما تكلفت قبل حوالي 3 أيام بالحديث فيه، وبدأت أنا أدور فيه بالوقت القصير، من كثرة بديهياته شعرت أنه صعب جدا، لأنه القضايا اللي متخمة بالبديهيات أحيانا نشعر أنها سهلة، نقول علاقات تاريخية وعلاقات إيجابية وكله صحيح، يعني هي بديهيات بمعنى نوع من حقائق السياسة وحقائق الواقع بالعلاقات الأردنية الخليجية، ومنه اللي مجموعة التساؤلات اللي طرحها المهندس سعادة النائب هي علاقة متخمة بالبديهيات التاريخية، يعني اللي من عبر التاريخ العلاقة الأردنية الخليجية. ولذلك يعني لما بتقترب شوي من تحليل هذه العلاقات وتقرب عليها وفق العنوان اللي كلفنا بالحديث فيه وفق التفاصيل اللي يعني يجب أن نتحدث فيها، تجد أنه هذه العلاقات
قد ما كانت يعني قوية ومتينة لكنها بتواجه مجموعة من التحديات اللي تستدعي تعامل من نوع خاص جدا سواء من الأردن أو من دول الخليج. ولذلك يعني لما بنحكي عن التمحور وأنا بدي أمر عليه مرور سريع، بجوز كلمة السر دائما بالأردن في كل الأزمات اللي تمت في كل القضايا وما بدي أطول فيها، أن الأردن تمحور حول مصلحة الدولة العليا وهو الحفاظ على الدولة ومصالحها وأمنها واستقرارها. طبعا ضمن هذا العنوان الكبير وضمنه كان في مصالح أخرى بالطريق وموجودة لكنه تمحور حول هذا المجال المهم، لأن الأردن دولة صغيرة بالإمكانات الاقتصادية، دولة تدرك التحالفات التقلبات، تدرك التعامل المؤامرات في الإقليم شو اللي صار، فلذلك كان ذهبت باتجاه هذا العنوان الأهم. وبعتقد أنه حتى من كلام الجميع أنه الأردن نجح في أن يصل إلى تحقيق نسبة عالية جدا من الغاية اللي يعني وضعها بين عينيه خلال على الأقل العقد الأخير، سواء كعقد سياسي ولا عقد أمني ولا عقد اقتصادي بالفترات الماضية. بالعلاقات الأردنية الخليجية ربما واحدة من المحددات أو مجموعة من القضايا اللي بقيت تنتقل مع العلاقة منذ بدايتها يعني من القرن الماضي لليوم، هي ليست علاقات فقط بين دول، بمعنى الأردن يرتبط مثلا بعلاقات مع دول عديدة، مع الجزائر، مع تونس، هي علاقات دول ودول عربية وشقيقة، لكن العلاقات بين الأردن والخليج ربما كانت علاقات هي معادلات بنيت بالفترات الماضية، وهي كان في تشابه كبير أن الأنظمة السياسية في هذه المعادلة في الأردن والخليج أنظمة محافظة سياسيا ومحافظة اجتماعيا، أنظمة من ذات التحالف الدولي بمعنى من ضمن الارتباط الدولي مع الغرب الولايات المتحدة، سواء الغرب لما كان قبل الحرب العالمية الثانية لما كانت بريطانيا وكانت أوروبا هي اللي تقود العالم، ولا لما تغيرت المعادلة بعد الحرب العالمية الثانية وجاءت أمريكا، الأردن والخليج اللي كانوا قبل ذلك كانوا ضمن هذا المسار وضمن هذا التركيب المحافظ. اثنين، طبيعة أو تركيبة الأنظمة السياسية في الأردن والخليج تركيبة واحدة ملكية، يعني إما يحكمها ملك أو يحكمها أمير أو يحكمها سلطان، لكنها بنية كمان متشابهة كبنية سياسية تحكم، وهذا أضفى نوع من يعني كان من العوامل المهمة في تركيبة العلاقات. ثلاث، استقرار المؤسسات الحكم في الأردن والخليج عبر سنوات طويلة، أنت لما بتشوف التقلبات مثلا بسوريا بمصر الأربعينات الملك فاروق بعدين الثورة عبد الناصر بعدين تغيرت إجا السادات وأخذ منحة مختلف إجا مبارك بعدين، لكن لما بتشوف الخليج والأردن الذي كان يحكم وما زال عائلات حاكمة أو زي ما بنحب نسميها بالأردن نصف بنقول مؤسسات حكم من أسر حاكمة، وهذا أمر كان عامل من عوامل الاستقرار في العلاقات وأخذت العلاقات بعد شخصي. يعني تخيل أنت مثلا لما بيكون بدير العلاقة بالأردن جلالة الملك حسين الله يرحمه حوالي 50 سنة، لما بتعامل مع العائلة المالكة بالسعودية باستمرارية، يتعامل مع الكويت باستمرارية، يتعامل مع البحرين باستمرارية، عمان فترة طويلة للسلطان قابوس، قطر أيضا، رغم فهذه واحدة من أشكال من المحددات اللي أثرت في العلاقة الأردنية الخليجية، بجوز صارت بديهيات بالآخر لكنها كانت واحدة من القضايا المهمة في هذه العلاقة. زي ما قلت كمان في نفس الإطار كان في زي ما كان في حلفاء استراتيجيين مشتركين للأردن والخليج كان في أعداء استراتيجيين. فترات بالخمسينات كان موضوع المد الشيوعي بالمنطقة، وفترات بعدين لما جاء النظام المصري وعبد الناصر، وكان في أيضا نوع من الشيء المشترك بين الأردن والخليج في التعامل مع هذا اللي موجود كانت في العالم العربي، التغيرات اللي كانت تتم بالعراق كانت تتم بسوريا، بمعنى كان في تحالفات مشتركة وكان في خلينا أسميها بين قوسين عداءات أو يعني محطات عداء كمان مشتركة بين الدول مع بعض، وهذه واحدة من عوامل خلينا نقول ترسيخ التحالف أو العلاقة الأردنية الخليجية بشكل أو بآخر. كمان البعد
محظات كثير بنحكي عن البعد الاقتصادي وهو غايب الأهمية طبعا، سواء مش بس العمال الأردنية وكل الاقتصاد على مدى، لكن بجوز الخليج والأردن يعني ما بيقدر الدولة الأردنية ما بتقدر تتخيل تصحى الصبح ما تلاقي جارتها السعودية، السعودية لا تتخيل أن لا تكون جارتها الأردن. هذه مسائل زي ما أنت بالعادة بالعلاقات الأسرية بتكون طبعا هاي بدك تعملها أنت تحويل سياسي بعدين مش أسري، أنه أنت تخيلش تصحى الصبح ما تلاقي مثلا والدتك موجودة أو ما تلاقي ابنك موجود. فهي هذا طول الجوار والتحالف أصبح جزء من حقائق وجود الخليج وجود الأردن، ومن حقائق وجود الأردن وجود الخليج، بمعنى كل واحد يعني الأردن كان زي ما بيقولوا منطقة عازلة أو بفر زون ما بين الخليج وإسرائيل، يعني تخيل أنت أن الخليج هو اللي على حدود فلسطين، تخيل الأردن عازل مع العراق ومع سوريا بكل التقلبات اللي كانت تتم بالعراق وبسوريا بالخمسينات والستينات وحتى اليوم. يعني اليوم لو العراق بما فيه من إرهاب بما فيه من نفوذ إيراني بما فيه من كل التفاصيل، تخيل لو بيكون هذا موجود على حدود، بمعنى أنه الخارطة الجغرافية للخليج والأردن بعتقد أنه الجميع بتطلع فيها باعتبار أنه هي من أن تبقى بهذا أن وجودها بهذا الشكل هو جزء من مصالح الطرفين وجزء من المحددات لاستمرارية الدول في الخليج وفي الأردن. وهذه مسألة ربما لا تنظر، يعني صحيح لما بنحكي عن 420 ألف أردني في السعودية أو في الكويت في أو مساعدات مهمة كثير، لكن في أشياء ربما تكون زي ما قلت هذه علاقات هذه معادلة البديهيات في العلاقة الأردنية الخليجية اللي تكرست عبر 60 و70 و80 و90 عام أو أكثر بين الدول. كان في قناعة كمان مشتركة عند الطرفين أن أي تغيير جذري في بنية الخليج أو أي تغيير جذري في بنية الأردن يهدد الأمن القومي أو الأمن الوطني للطرف الآخر، وهذه كمان مسألة لا تحس يعني ما بتقدر تتحولها أنت لشيء، لكن زي ما قلت قبل شوي لما تصور الخارطة الأردن يعتقد أنه أي تغيير جذري في بنية الخليج البنية السياسية والبنية اللي موجودة هذا بخل بمعادلته معادلة أمنه، والخليج بعتقد يعتقد أنه تغيير أي تغيير جذري في بنية الأردن السياسية كمان بخل بمعادلة الخليج بشكل كبير وبشكل واضح. خلينا أقول أنه بالتاريخ وأشار ضيفنا الكريم من السعودية في وقفات استراتيجية بالعلاقات بين الدول مش بس بال 57 وبعدين اليمن، في مجموعة من الوقفات ربما التي لم تأخذ طابع الأردن بعمان بالبحرين بالكويت، طبعا الخليج وقف مع الأردن وقفات يعني تذكر وتسجل، بمعنى مجموعة من الوقفات العميقة اللي لها دلالة بالاستمرارية بالدول بودلت أو تم تبادلها بين الأردن والخليج كحالة جمعية أو بين الأردن ودول خليجية كل مفردة بشكل أو بآخر. طبعا اللي بحكيه وأنا بس بمر سريعا لا يعني أنه هذه العلاقات ما تعرضت لهزات أو لحالات برود ولحالات فتور، تعرضت زي كل العلاقات بين الدول، ولأنه في معادلات بتتم وفي مواقف، والأردن خلينا نكون اسمحوا لي أحكي بشوي يعني بجرعة أكثر، رغم طبعا أنا على يقين احنا كأردنيين بننظر للعلاقة مع الخليج زي ما قلت إنها علاقة وحدة وتحالف مش علاقة يعني سياسية بين مد وجزر، وإن كان زي ما قلت تتعرض لنوع من بتتعرض لمراحل من الفتور مراحل من البرود. تعرضنا لفتور في فترة أزمة الخليج ولما كان احتلال العراق للكويت، تعرضنا بفتور في فترات أخرى تعرضت لهزات، لكن متانة البنى التحتية بالعلاقة الأردنية الخليجية ربما جعل القدرة على استعادة العلاقة كانت أكثر من أي علاقات أخرى، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه لو لم تكن هذه العلاقة بنيتها التحتية بهذه القوة لما استطعنا أنه نستعيد هذه العلاقة وتوصل بعدين لمراحل كبيرة. التعبير عن الخلاف يعني وهذه كمان نقطة أخرى، بالتعبير عن الخلاف بين الطرفين الأردن والخليج لم يلجأ في خلافاته إلى الصراخ وإلى الشتيمة وإلى خلنا نقول كل واحد يردح للثاني سياسيا وحملات الإعلامية، لأنه كنا نشوف مثلا بفترات العلاقة الأردنية المصرية مثلا بالأيام عبد الناصر قديش كانت الإذاعة وشتيمة وحكي، العلاقات حتى الخليجية في ذلك الوقت مع بعض دول الخليج
مع مصر في حينه، لكن العلاقة الأردنية الخليجية عندما تصاب بأي يعني ضعف نسبي في أو في مرحلة كانت تعالج بالصمت أحيانا، بالبرود الساكن، ولذلك كان في قدرة لاستعادته، لأنه كمان زي ما بقوله زي ما مرة بدرجع أقولكم أنه الأسر الحاكمة دائما لها قواعد، لها أصول، لها عندها أعراف في علاقاتها مع بعض، وبالتالي صبغت هذا الموضوع. وما وصلنا بأشد المراحل لم تتعامل الدول. هسه مرات في بتلاقي في بعض المناطق في بعض الدول البعض عبر عن خلافه كرأي عام أو نواب أو إعلام، أوكي، لكن الدول نفسها لم تلجأ ولم تذهب إلى الحالات التصعيد بهذا الأمر. طبعا خلينا أقول كمان، سمحتوا لي وأنا بدرك الوقت، يعني أن الأردن بنفس الوقت كان يدرك معادلات الخليج في علاقاته، لكنه كان في بعض السياسات كان حريص بالأردن طبعا، لأنه بنى صورة، بنى مكانة في المجتمع الدولي، بنى يعني حضور سواء لجلالة الملك حسين الله يرحمه، جلالة الملك عبد الله، فكان حتى له سياسات خاصة في بعض الملفات، وهذا أمر مهم. يعني الأردن لديه وجهة نظر في بعض الملفات، لم يكن تبني الأردن لوجهة نظر في ملف ما يعني أن يصطدم فيه مع دول الخليج. يعني مش يعني ليست خلنا نقول استحقاق إنه والله إذا الأردن أخذ موقف ربما في يعني خطوة بعيدة عن موقف الخليج خطوة ما، لا يعني هذا صدام ولا يعني هذا الدخول في صراع أو نزاع مع دول الخليج. هذا الأردن نجح فيه، وبعتقد الأشقاء بالخليج كمان كانوا يتفاهموا هذه المسائل. بجوز كمان خليني أشير وبسرعة إنه تحديات، يعني على الأقل بالعقد الأخير العشر سنوات الأخيرة هذه العلاقة شهدت مر عليها مجموعة من العناوين المهمة. عفوا تفضل. مر عليها تحدي العلاقة مع إيران مثلا، كان واحد من التحديات بالعلاقة الأردنية الخليجية، لكنه تحدي ما ترك لم يكن خلافي، بمعنى أن الأردن لديه مع الخليج موقف موحد من التدخل الإيراني في المنطقة، لديه موقف موحد ومنسجم معه في هذا التعامل. الأردن لما كان في اعتداء على القنصلية السعودية في أصفهان كان الأردن أخذ موقف واستدعى السفير الأردني في طهران، لكن بقي الأردن يؤمن أنه والله طهران رغم كل الرفض أو لسياساتها أنه هذا الموقف يجب، طهران واحدة أو إيران واحدة من الدول المهمة في الإقليم، لا نستطيع أن نغمض العين ثم نفتح عيوننا ونلاقيها مش موجودة بالآخر. وهذا الأمر بالمناسبة تشاركت فيه معه دول الخليج، يعني كثير من دول الخليج لها علاقات إيجابية مع إيران، سواء أهلنا بالكويت، بالإمارات، بعمان، حتى بالسعودية كان في تواصل بمراحل، لكن الأردن ليس بالضرورة كان أنه يعني يروح بدوز دول الخليج، من حقها أنها تأخذ مرات خطوات بالتصعيد مع إيران لمسائل معينة، لكن كان الأردن يحتفظ بخصوصية بعض السياسات. اليمن حرب اليمن، الأردن طبعا جزء من التحالف العربي وهذا نوع من، لكن المشاركة العسكرية ربما كانت، لأن الأردن عنده تحدي على حدوده 600 كيلو بين سوريا والعراق في داعش وفي فيش دول في سوريا والعراق، يعني العراق المناطق اللي كانت جهة الأردن ما في عليها سلطة للدولة العراقية، وسوريا الدولة السورية ما كانت موجودة، بمعنى لا يستطيع أن يذهب عسكريا لأي جغرافيا أخرى ضمن هذا التحدي. لكن يعني المسافات، الموقف اللي بأخذ الأردن كان موقف يحافظ من خلاله على بنية علاقته مع الخليج، يحافظ على أصول التحالف السياسي والانسجام السياسي مع الخليج، لكن كان يحتفظ بخطوات لها علاقة زي ما قلت في العمود المحور اللي بتدور عليه السياسة الأردنية، وهو اللي هو المصلحة الأردنية العليا والحفاظ على أمن واستقرار الدولة الأردنية. بالأزمة السورية هذا الأمر كمان كان بروز أكثر وضوحا، بالأزمة السورية جزء من دول الخليج كانت لديها موقف متشدد جدا في أنها بدها تشيل بشار الأسد لاعتبارات وسياساتية مقتنعة فيها كدول، يعني حقها. الأردن ما كانت قصته أن يبقى بشار أو يرحل بشار، كان قصته سوريا موحدة، حل سياسي ويحافظ على الأردن. فلذلك كان في
خطوة. وكان الأردن حتى وبنتذكره دائما بنعيدها على المستمعين في كل مكان إنه جلالة الملك حتى بعد 9 شهور من بداية الأزمة السورية وكان بواشنطن أو في زيارة له بشهر 1 لو في 2012 كان يقول للأمريكان بشكل واضح إنه البديل لبشار اليوم هو داعش والنصرة، لأنه ميدانيا كانت الأقوى داعش والنصرة، مش حبا في النظام السوري أو كرها أو كذا، لأنه هاي الواقع الموجود. إذا كان في طبعا في موقف آخر من دول عربية كان بيقول لا، القضية الأساسية عزل بشار والدول من حقها تأخذ مسافات، لكن الأردن بقي ووقعت علاقته بالحدود، والأردن على حدود مع سوريا، يعني لما تكون دولة على بعد 3000 و4000 و10000 كيلو عن سوريا غير لما زود دولة زي الأردن على بعد 70 كيلو من عمان، احنا الحدود السورية موجودة، فاحتفظ بهذه المسافات لكنه لم يفقد علاقته بالخليج. ربما تباينت المواقف في بعض المسائل لكن كان جوهر الموقف الأردني واضح وليس صدامي مع أحد، لكن ومع ذلك شوي شوي لما تغيرت المعادلات بالأزمة السورية اليوم كل العالم العربي وكل العالم بيحكي بالحل السياسي للأزمة السورية اللي بجوز كنا بالأردن نحكي فيه أو بال2011. مش مرة ثانية ما كانت البوصلة الأردنية تجاه أنه أنا بدي بشار ولا ما بدي بشار، القصة الأردنية أنا بدي سوريا الدولة السورية وبدي الأردن كمان يظل الأردن أن لا يدفع ثمن أكثر مما دفع من هذه الأزمات. العراق مثلا الأردن واحدة من الملفات اللي دخل اللي كان في دول خليجية، وطبعا لما نحكي عن علاقات أردنية خليجية بالملفات السياسية ما مش دائما في موقف جمعي خليجي واحد، يعني بالملفات تلقى الموقف السعودي ربما مختلف نوعا ما عن الموقف العماني على الموقف الكويتي، لكنه مثلا بموضوع العراق الأردن كان لديه وجهة نظر بحكم الجوار أنه يجب أن لا يترك العراق أن لا يترك العراق للنفوذ الإيراني، لازم احنا العرب نضل كمان ننافس ونكون قريبين على العراق ويكون العراق جزء من أولوياتنا. وبقوا شوي شوي بعد ما راح المالكي وجاء العبادي وتغيرت المعادلة العراقية أشقانا بالمملكة العربية السعودية وجلالة خادم الحرمين الشريفين بالقمة العربية بأذار الماضي التقى بالعبادي، وقبله كان وزير خارجية السعودية يزور بغداد، بمعنى أنه صار في تقارب بوجهة النظر العربية أن لا تترك بغداد حتى تكون أن تترك فقط لإيران، أن ننافس الإيرانيين على العراق وأن في العراق أيضا العراق دولة عربية يجب أن يتم التعامل معها بهذا الشكل. أنا طبعا الأزمة الخليجية مثلا واحدة من الملفات الاختبارات اللي كانت مهمة كثير، الأزمة الخليجية الأردن يعني أنا بحكي بصفة شخصية لكن الأردن أدرك أنه هذه أزمة داخل البيت الخليجي، والدليل أنه حتى أشقانا بالخليج قالوا أنه ما بدنا وساطات من الخارج، هذه وساطات خليجية وهذه أزمة داخل، وكانت الوساطة الكويتية بهذا الموضوع. الأردن اقترب وابتعد، يعني بمعنى أنه حافظ على بنية علاقاته ومعادلة علاقته مع السعودية ومع الأشقاء بالإمارات وبالبحرين، لكنه واخذ مواقف سياسية تدلل على رفضه لسياسات قطرية، لكن كمان يعني كمان مرة ثانية هذه تفهموا الأشياء. طبعا أكيد الإخوان بالخليج تفهموا هذه المسألة جيدا زي في مواقف، لكن بقيت عبر عن الموقف اقترب لكنه لم يكن جزء من المعركة، لأنه جزء عندنا قناعة بالأردن كلنا حتى المواطنين أنه في نهاية المطاف مهما كان تشخيص هذه الأزمة سواء أزمة بنية زي ما تفضل الأستاذ سليمان أو أزمات سياسات أو أزمة أي نوع من الأزمات، بالآخر في 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 لحظة الأمور ستأخذ مسار مختلف وإن شاء الله بيكون مسار إيجابي. يعني حتى بالخليج نفسه موقف الكويت عنده موقف معين، أسبوع الماضي قبل أسبوعين استمعت لندوة لرئيس مركز دراسات استراتيجية بالكويت سامي الفرج مالي وتحدث عن موقف الكويت لما كان يحكي كنت أتخيل أنه أقرب لقطر منه للسعودية قد ما كان مسهب، ويتحدث بحماس عن الموقف القطري وهو بيحكي طبعا شخص أظنه مسؤول مش شخص برا اللعبة، لكنه كان متحمس للموقف القطري أكثر وكان مدهش حتى لبعض الحضور. فالعمانيين عندهم موقف، بمعنى الأردن هو حتى داخل المنظومة الخليجية الأردن موقفه كان لا يخرج عن السياق الخليجي بالمواقف، وبده حافظ بالآخر أن لا تتحول، وهذه مسألة مهمة كثير أن الأردن كان يسعى دائما وما زال ورح يظل دائما أن لا تتحول أي أزمة ليست أردنية خليجية أن لا تتحول إلى أزمة لا تترك آثار سلبية على علاقات الأردنية الخليجية، يعني نديرها بالتفاهم بالحوار بالعلاقات بالبنى الإيجابية، لكن ما بالآخر ما تصير أزمة تترك آثارها وتأخذنا على للعلاقة الأردنية الخليجية تترك أثر سلبي عليها.
الإرهاب والتطرف طبعا مش خلاف القضية. الملف الاقتصادي، الأردن طبعا تأثر بالتحولات الاقتصادية اللي تمت بالخليج، وغيروا أشقانا بالخليج معادلة التمويل للمنحة الخليجية طبعا اللي قبل أظن 7 سنوات كانت الفكرة، والفكرة كانت قطرية، لكن القطريين ما دفعوش ولا دينار من المنحة، يعني هم اللي اقترحوا الفكرة، بشاركوني زملائي من اقترح الفكرة المنحة بديل على المساعدات هم قطر، وقطر ما دفعت بعدين حصتها. ومشكورين طبعا أشقانا بكل الدول الخليجية، المملكة العربية السعودية الكريمة والكويت وكل الدول دفعوا، وأغلبهم دفعوا المساهمات اللي هي غيروا المنحل، لكن هذا بجوز ترك أثاره على الدعم المباشر للخزينة، وخاصة بفترة الأزمة الخليجية اللي كان في يعني عجزوا في تحملات من نوع آخر على الخزينة الأردنية. يعني آخر شيء وأسف على الإطالة، إنه طبعا الملفات السابقة مش هي الوحيدة المؤثرة على العلاقات بين الطرفين، في تغيرات تجري داخل دول الخليج، التغيرات اللي بتصير في تحولات اجتماعية، تحولات اقتصادية سياسية، يعني بعتقد لليوم وإن شاء الله كمان بتضل، إنه هذه تحولات لم تؤثر في بنية الخليج ومعادلة العلاقة الأردنية الخليجية. والأردن طبعا بتعامل معها شأن خليجي داخلي، ورح تظل المعادلة زي ما قلت البديهيات اللي ذكرتها في البداية، الخصوم المشتركين، الأعداء المشتركين، الحلفاء المشتركين، الإرهاب، الملف الإيراني، كثير ملفات ما زالت هي من قواسم المشتركة بالعلاقة بين الطرفين. أخيرا جملة بقول إنه الأردن لأنه حريص على علاقة مع الخليج، لأنه بنظر إنه لا يتخيل محيطه الجغرافي والسياسي والديموغرافي، لا يتخيل بدول الخليج، يتعامل دائما بميزان الذهب علاقاته مع دول الخليج، ويوزن مواقفه، لأنه يريد دائما لهذه العلاقة أن تبقى قوية راسخة، ويعلم جيدا أن نحن عمقهم الاستراتيجي وهم عمقنا الاستراتيجي، والعلاقة زي يعني تجاوزت ربما الأبعاد الكثيرة، لكن لأنها وأخيرا هي لأنها علاقة بديهيات كبرى بدنا نحافظ عليها دائما بالحد الأقصى من الانتباه دائما. وبارك الله فيكم، أسف على طالب الجميع، شكرا. شكرا معاليك، يعني حديث أيضا مهم. الأردن تمحور نحو المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية، تركيبة مؤسسات الحكم في الأردن والخليج كانت متشابهة ومستقرة، نتج عنها تحالفات مشتركة وخصومات مشتركة، معادلة الأمن الوطني للخليج والأردن هي معادلة مشتركة، ويتأثر كل طرف من بشكل جذري بمعادلة الأمن بالطرف الآخر، والتحولات الاقتصادية في الخليج العربي لم تؤثر في بنية العلاقات الأردنية الخليجية. حديث الحقيقة غاية في الأهمية، وأنا بشكرك معاليك على هذا الطرح العميق لهذه المحاور. إخواني الباقي، المدة المتبقية معنا في هذه الندوة نصف ساعة، راح نفتح مجال للأسئلة والإجابات من قبل السادة الحاضرين. في عندي مجموعة إخوة سجلوا للحديث، بدي أبدأ من السيدات وأبدأ من الدكتورة باري عن نقشبندي، وتفضلي ستي. شكرا سيد الرئيس، أشكر المحدثين على كلماتهم، أشكر أبدأ بالأستاذ سليمان وأشكره على الإشادة بالعمالة الأردنية وتقديره إلها، وهذا فعلا يعني إشي جدا أسعدني إنه يكون في هذا الشكر، وشكرا لك كتير. هلأ بدي في لي ملاحظة أو مش ملاحظة، إضافة للدكتور سامي، بالنسبة حكى عن موضوع إنه مو بالضرورة إنه الفقر والبطالة تؤدي إلى الإرهاب، وأكيد الدكتور سامي عنده اطلاع على هذه في دراسات محكمة عالمية دولية ومحلية، بتقول إنه هذا الحكي صحيح، إنه التهميش وعدم شعور المواطنة المتساوي وتوزيع الثروات إنه بيؤدي للإرهاب، فهذا أشياء يعني دراسات دولية موجودة. بالنسبة للأستاذ دكتور سامي، يعني نحن أكيد يعني الدول العربية الفقيرة بتعرف إنه أو مطلعة
على إنها لازم ما تعتمد على الدول الغنية، ومع أنه أنا ضد تكريس الدولة القطرية. وقت بنحكي على الوحدة العربية والتكامل العربي، معناته الدول الغنية بتساعد الدول العربية الفقيرة أحسن ما إنها تستثمرها في سويسرا أو في أمريكا أو في الدول اللي هي مش بحاجة لهذه الاستثمارات. يعني فتكريس الدولة القطرية يعني ما كتير كنت سعيدة أني أسمعها من الدكتور سامي، معني أنا مبارح كنت أنا وياه على طاولة وبعرف أنه آراءه جدا يعني متقدمة. فهذه النقطة. النقطة الثانية اللي هي أنه حتى بالأردن الآن في دراسة، يعني الدكتور عماد الفاخوري وزير التخطيط كنت في ندوة وحكى اللي هي الاتجاه الأردن اللي هي عدم إنه الاعتماد على الدول المانحة، المانحة طبعا العربية أو الخارجية. ففي اتجاه في الأردن اللي هي الاعتماد على الأردن في السنوات القادمة، لأنه أو الاكتفاء الذاتي إذا كان بدنا نقول هاي الكلام. وشكرا. شكرا. بدنا ناخذ مجموعه ملاحظات وبعدين نفتح المجال مع اصحاب المعالي. دكتور زكي الايوبي صديق ودائما حاضر، تفضل سيدي. شكرا جزيلا للاخوه المتحدثين، واهلا وسهلا في الجميع في الاردن. الحقيقه انا بدي اخذ شيء بسيط جدا من الوقت لإثارة زاوية أخرى للحديث. يعني أنا أنتمي لقطاع الأعمال، أنتمي واهتماماتي هي في مجال الاقتصاد والإدارة. واللي بدي أتحدث فيه إنه كتير من الحديث تبعنا آخر يومين كان عن تاريخ، كان كيف صار هاد وتفسير لشيء هاد، وهاي الأشياء إيجابية وبتعطينا يعني بعض الاتجاهات. بس بدنا نحكي على المستقبل. في المستقبل العناصر إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي والإقليمي وبين الأقاليم هو اللي راح يخلق أو يساعد في حل كتير من المشاكل اللي منواجهها. لا نواجهها فقط كدول، وإنما نواجهها كمناطق ونواجهها كقارات حتى. فأنا بعتقد أنه لازم يكون في وعي عام بالنسبة لنا، سواء كنا من المحللين والمحدثين أو من المشاركين، أنه المصالح العليا منعرفها الآن بترمز، يعني بأشياء سوف يجري عليها تحولات إذا ما كانتش في نفس العناصر وإنما في الأسبقيات. يعني بالنسبة للسعودية أو الأردن، العلاقات بين الأردن وبقية الإقليم، الأجندات الموجودة رح تصير كتير أكتر إقليمية من وطنية. يعني الأردن ما بيقدر يخطط يعمل أي شيء بدون ما يكون له نظرة إنه معظم تبادل التجاري والإنساني والتقني، ولكن التجاري والإنساني راح يكون داخل منطقته. يعني بده يصير لنا نظرة مستقبلية ليس فقط على مستوى كل قطر لحاله، وإنما على مستوى الإقليم. ما هي الاتفاقيات التجارية الآن اللي موجودة بيننا وبين الدول العربية للتجارة الحرة؟ إيش تطبيقها؟ كيف ممكن تتبلور؟ إيش المشاكل اللي ممكن تشرق؟ واثنين، إيش التجارة بين المنطقة تبعنا ويوروب؟ في عندك منطقة كاملة. الصين الآن عمالة تبني نظام تجاري اقتصادي على مستوى آسيا، إيش الدور تبعنا فيه؟ فيعني اللي بدي أنبه عليه إنه رجاء كتير من التفكير والتحليل والتخطيط بده يكون على مستويات إقليمية، يعني تتحرك من ناشنال لريجنال لانتر ريجنال لجلوبال، لأنه هاي الأشياء رح تغير مسارات الحياة لكل الجالسين هون. وشكرا. بنعطي الحديث للواء المتقاعد دكتور عبد الله المساعف.
حقيقة عند الحديث عن العلاقات البينية العربية العربية دائما نستخدم تعابير سياسية وجمل منمقة وممتازة في كل ندواتنا وفي كل مؤتمراتنا، لكن الحقيقة هي خلاف ذلك. ما تحت الطاولة هو خلاف ذلك، ولننظر الآن لما يحدث في الوطن العربي هو نتاج عن العلاقات السيئة بين كافة الدول العربية في ليبيا، في سوريا، في العراق، في مصر، في دول الخليج العربي. وأيضا شدني مصطلح الأمن القومي العربي، هل ما زال هنالك هذا المصطلح متجسد اسمه الأمن القومي العربي، أم هنالك نزاع قومي عربي وتجذل من قومي إلى دول وطوائف وعشائر؟ لو كان في هنالك أمن قومي عربي لكان هنالك دور لجامعة الدول العربية في الأزمة الخليجية الخليجية، ولما بدأت في مراحل، بدأت المرحلة الأولى خليجية قطرية، ثم أيضا تحالفات عربية، ثم الآن يحاول الطرفين إلى تصعيدها إلى عالمية ودولية. السؤال المهم الذي أود أن أطرحه بعد حديثي هذا، نحن كمفكرين وأنتم كمفكرين، هل في هنالك نية لإعادة ما يسمى بالتكيف الاستراتيجي أو التموضع من قبل الدول العربية والأردن خصوصا بعد كل ما حدث من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية في الوطن العربي؟ وشكرا. المتحدثة السيدة إيلينيا من جامعة روسيا للعلوم الإنسانية في موسكو تريد توجيه سؤال للسيد سلمان العقيلي. شكرا. عندي سؤال لزميلنا المحترم من المملكة العربية السعودية السيد سليمان العقيلي، ما رأيكم حول مصير مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد أزمة القطرية؟ لأنه برأيي هذه المنظمة تلعب دورا مهما في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الأزمة تأثرت تأثيرا سيئا على عملية المنظمة وعلى وحدتها، وأظن أن في المستقبل هل يمكن أن ستواصل العملية المنظمة كما هي كانت قبل هذه الأزمة؟ شكرا. أوكي. شكرا. سؤالي لمعالي الدكتور سامي من دولة الكويت الشقيقة، حول هل هناك استمرارية في المساعي الكويتية في اتجاه ربط الصدع بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وهل هذا الأمر مستمر؟ من جانب آخر، سمعنا عن اتصالات أو زيارات كويتية إلى إيران، هل نتوقع في المستقبل أن يكون هناك حوار خليجي إيراني في جمع في التوافق في العديد من الملفات، وخاصة أن الكويت والعديد من الدول الخليجية هي في جوار إيران؟ ثلاثة. السؤال إلى الأخ سعادة السيد الأخ سليمان من المملكة العربية السعودية حول مبادرة السلام العربية، يعني شهدنا هناك اختراق من للأسف من بعض شخصيات وبعض الدول الخليجية في اتجاه العلاقات مع إسرائيل، علما أن مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك المرحوم عبد الله أطلقت على أساس السلام مقابل الأرض. الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة
لم يتطرق إلى مبادرة السلام العربية، ومع ذلك نرى زيارة أنور عشقي والعديد من دول الخليج تستقبل الوفود الرياضية وغيرها في الإمارات، وهذا اختراق لمبادرة السلام العربية. في الوقت نفسه كل هاي الأصوات بتخرج في الاتصال مع الجانب الإسرائيلي ومراكز دراسات تعي إلى الحوار مع إسرائيل، وفي نفس الوقت نجد أنه لمجرد خلاف دولة مع دولة شقيقة تقطع العلاقات الدبلوماسية وتسكر الحدود وما إلى ذلك. في الوقت نفسه نجد أنه أصبح وكأنه من الكفر لما يتم طرح الحوار مع دولة إسلامية مع إيران. وأنا بعتقد أنا أنه من الضروري أن يكون هناك حوار عربي إيراني وحوار عربي عربي للوصول إلى توافق. وشكرا لكم. بدنا نعطي الآن إخوان الحديث للإخوة المتحدثين. معليك نبدأ من عندك. أين؟ تفضل سيدي. الأخت بارعة، أنا أتصور أنه تجارب الماضي تحوجنا إلى مفاهيم جديدة للوحدة. يعني تجربة الوحدة المصرية السورية على سبيل المثال انفصمت إراها لأنه مصر الاشتراكية أرادت أن تفرض على سوريا هذا النهج الاقتصادي، وبالتالي أنا مؤمن أنا وحدوي لأنني لست وحدويا بالفهم اللي أتى بالخمسينات والستينات أو حتى أصابنا بالتسعينات. قضية الوحدة لا تعني أنه والله أن أفرض عليك أمر ما. أنا درت الولايات المتحدة بالسيارة من الساحل إلى الساحل ومن الساحل إلى الساحل، تجدي تباينات شديدة بقدرات الولايات. الولايات الشمالية في الولايات المتحدة شديدة الثراء وشديدة الغنى، لو تذهبي بالسيارة بالجنوب خارج المدن لا تجدي شيء. وبالتالي لا يوجد أي مثال يمكن تطبيقه قائم على الفرض، وهذا أن الدعم والمساعدة قضية مطلوبة، إنما أنا أرد كذلك بالوقت ذاته على الأستاذ ذاكر، أنت تنطلق من مفهوم اللا مساعدات خليجية للأردن، وهذا مو صحيح. من شوية تكلم الأخ الفاضل عن 14 مليار دولار سعودي، 13 مليار قدرت المساعدات. أنا قدرت دور الخليج في دعم الأردن على عقود طويلة قلت، لكن بحكي بالمرحلة الحالية والسنة هاي تحديدا، نتكلم عن الآن والسنة هاي تحديدا بعد انتهاء المنحة الخليجية الدول الخليج أدارت ظهرها للأردن. مو صحيح بالمرة، مو صحيح. وأقول لك ليش مو صحيح، أقول لك ليش مو صحيح. أنا ابني مسؤول بالصندوق التنمية الاقتصادية وبقى إلى أشهر هنا مشاريع، أنا عندي قائمة طويلة بالمشاريع المدعومة من قبل دول الخليج من صندوق التنمية الكويتي، وأنا متأكد من بقية الصناديق. إنما في أمر آخر تغير من 2011، هذه استكمال، هذه مشاريع تم تمويلها من الإخوة بالمملكة من الخليج. نعم هناك قائمة طويلة ما ودي أضيع الوقت فيها، ستجد قائمة طويلة من المشاريع. إنما عليك أن تؤمن من المتغيرات. الخليج بال2011 كان لديه فائض، من شوية يتكلم الأستاذ سليمان عن العجوزات اللي حوالي 100 مليار بالمملكة العربية السعودية مثلها بالكويت، احنا عندنا قروض والآن على الدول. فبهذه الحالة يعني ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد. أنا ما أستطيع أن أدعمك بنفس الطريقة اللي كانت موجودة عندما كان البترول ب 120 دولار. إبداء حسن النوايا ظهر، وإلى الآن الدعم قائم. وأنا منذ قليل تكلمت عن الحاجة إلى تعلم صيد السمك، أن نبني مشاريع مشتركة حتى نتعلم صيد السمك. لا يمكن أن تبقى دول معتمدة على دول أخرى. هذا الأمر غير قائم بالاتحاد الأوروبي، غير قائم بشرق آسيا، غير قائم حتى ضمن الولايات المتحدة. ما في شيء اسمه والله. فأرجو أن نعلم أن المنطلق مو صحيح، وأن المساعدات قد توقفت أو الدعم قد توقف. خلينا أمر على كذلك أصبحت ذاكرتنا ورق. الأستاذ زكي الأيوبي عن القطاع الخاص، أنا أتصور هذا كلام صحيح، علينا أن نقف وندعم القطاع الخاص. أنا بودي أن أقول
قبل أيام كنت في تركيا، والآن افتتح طريق الحرير ما بين الصين عبر طاجكستان وتركمستان والدول أرمينيا وغيرها إلى أوروبا. نحن عزلنا عن طريق الحرير، وبالتالي علينا أن نأتي بفكر جديد، نحاول أن ندعم بعضنا البعض، ندعم القطاع الخاص وننفتح على أوروبا. أوروبا نحن أقرب الناس لها، ومع ذلك العلاقة البينية بين شرق آسيا وأوروبا أقوى بكثير من علاقتنا بأوروبا، اللي نحن ما بيننا وبينهم إلا مسافة قليلة، سواء بالطائرة أو بالقطار أو بالبحر. بالتالي ندعم أنفسنا كي يعني اللواء عبد الله، أنا بودي اللواء عبد الله أن أذكر بدور الجيوش في المثال السنغافوري. المثال السنغافوري لي كوان تكلم منذ البدايات عن كيفية استخدام الجيوش لرفع عداء الشعب، تقوية الوحدة الوطنية، كمان أن يدخل الشاب إلى الجيش وهو غير مؤهل بالكمبيوتر ويخرج مؤهلا بالكمبيوتر. هناك أدوار للجيوش العربية وبدنا أن نفعلها، الولايات المتحدة من تجنيد إلزامي بالسابق إلى تجنيد اختياري. الناس الآن يذهبوا للتجنيد للفائدة المضافة اللي يكسبوها. أرجو يعني، وأنا يعني أتكلم في حالة جيوشنا العربية، أن نحول الجيش العربي إلى جيش به قيمة مضافة لشعوبنا، يدعم الوحدة الوطنية، يدافع عن الأوطان. أثبتت أن اللعبة بالمنطقة لتدمير المنطقة هي بخلق الميليشيات بدلا عن الجيوش. يراد لمنطقتنا أن تدمر عبر خلق الميليشيات. بالتالي جيوشنا العربية عليها أن تقوى، علينا أن نفعل حتى معاهدة الدفاع العربي المشترك، يعني بدلا أن تبقى حبر على ورق يمكن أن نقوم بما قام به قرب أوروبا حلف الناتو كل عام في مناورتين بالسنة، حتى يعني نضمن أمننا. دور الجامعة العربية كذلك دور قائم، وهذا أمر يعني قطعا لا نختلف عليه، إنما الجامعة العربية عليها أن تتعظ من دروس أو ما يحدث في أوروبا الغربية، تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، واعتبار أي عدوان على وطن عربي هو عدوان على كل الأوطان العربية قضية هامة. أنا بودي فقط أن أرجع بالتاريخ للخمسينات والجريمة الكبرى اللي قامت بها الثوريات العربية عندما حاربت حلف بغداد. حلف بغداد كان يقصد منه منع الحروب بالمنطقة، تقوية أنفسنا أمام الآخر. مشروع أيزنهاور كان قادم معه حتى ينعكس الأمر وتتحول دولنا العربية إلى ما هو شبيه بقرب أوروبا ما قام به حلف الناتو ومشروع مارشال وشرق آسيا. رحنا حاربنا كل الحروب اللي قامت بعد 56 قامت بسبب قيام أو محاربتنا حلف بغداد، اللي كان يفترض أن يضمنا مع تركيا مع إيران مع باكستان. وكان يعني علينا أن نقرأ التاريخ أو نزور التاريخ زيارة جديدة، ونعلم كم أخطأنا بحق أنفسنا قبل أن نخطأ بحق الآخرين. الوساطة الكويتية، أنا أعتقد الوساطة الكويتية لا زالت قائمة وفاعلة، ولسبب بسيط، أن كل وساطة من خارج البيت أثبتت عدم جدواها. كل الوساطات اللي دخلت بالشأن العراقي والسوري والليبي واليمني وغيره أبقت الوضع على ما هو عليه، ولا زالت المشاكل قائمة. وبالتالي نحن بالخليج نؤمن بأن الوساطة يجب أن تكون كويتية، وهي تحضر الأرضية لمن يريد من الإخوة الخليجيين أن يقدم تنازلات قليلة لا تمس السيادة للوصول إلى العنب. بنهاية المطاف الجميع متفق على بعض المطالب الموجودة، المجرد هي الطريقة اللي نصل بها للهدف. شلون؟ الحوار مع إيران قضية هامة. خلينا أقول أمور عدة، وأنا خليجي والبعض هنا لربما لم يزر الخليج. لا يوجد على الإطلاق خلاف حتى 1% أو 1 بالألف بين الشعوب الخليجية والشعب الإيراني، ولا يوجد شيء اسمه انشقاق طائفي. هذه كلها قضايا مصطنعة، ما في ضربة كف واحدة شهدناها من سني اتجاه شيعي ولا من شيعي اتجاه سني. لدينا مئات آلاف الإيرانيين يشتغلون بالخليج، ما شفنا أي مشكلة منهم ولا هم شاهدوا مشكلة من الخليجيين. والحال كذلك الزيارات الخليجيين السنة وغيرهم إلى إيران، ما شاهدنا، بالعكس نرى من الشعب الإيراني كل ترحاب.
الإشكال اللي نحاول أن نفهمه هو قضية الأجندة الإيرانية. أنا أعتقد لو أرادت إيران، لو مدت إيران يدها بشبر اتجاه الخليج لوصلت لها 100 ذراع لإيران. إيران اليوم حتى في موقفها المحاصر والأجندات القائمة التأزيمية مع الدول الكبرى في أمس الحاجة لدعم الجيران، والجيران يمدوا الأيدي، مدوا الأيدي بالأمس ويمدوا الأيدي باليوم وإلى الغد. نتوقف عن تصدير الثورة، هذا أمر تم من مصر بالخمسينات والستينات ودمر الدنيا. كل الأنظمة القمعية اللي ثارت عليها الشعوب بال2011 هي نتاج لتدخل النظام المصري في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن. لو توقفت قضية المجال الحيوي واعتقاد إيران أنه مجالها يمتد إلى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن، أنا أعتقد ستنفع الشعب الإيراني بالدرجة الأولى وسيعم السلام المنطقة. نظرية المجال الحيوي اخترعها هتلر للتدخل بالدول الأخرى ودمر العالم ودفع العالم 50 مليون ضحية لها. فالعلاقة مع إيران لا في خلاف عربي فارسي كما يسوق، ولا يوجد شيء حتى قريب من هذا، ولا سني شيعي، هي خلاف سياسات. لو تغيرت السياسات لليوم التالي تحسنت العلاقة وتحولت إلى علاقة حميمية ما بين الشاطئ الغربي للخليج مع الشاطئ الشرقي، وبالتالي القضية أغرب. كذا بادرة قدمت من دول الخليج نحو إيران، ننتظر البادرة من إيران لدول الخليج الست، حتى لا يقال هناك بادرة مع الكويت أو مع عمان. لا، أنا أعتقد أنه على إيران أن تتعامل مع 6 دول بمسطرة واحدة وأن تحسن العلاقة، والأمر لا يحتاج الكثير. ما أحد، إيران قنية بثرواتها، إيران قنية بمساحتها بشعبها، ما تحتاج من شيء من دول الخليج. النفط لديها والغاز لديها والأنهر، بلد جميلة جدا. كل ما تحتاجه أن تتوقف عن التدخل لسبب بسيط جدا أخي الفاضل، كل تدخل أدى إلى دمار. لو كان التدخل بعد 2003 في العراق أدى إلى نتائج جميلة قلنا خل تتدخل في كل دولنا، انتهى الأمر بما نرى. والحال كذلك في سوريا، كانت إيران المؤهل الوحيد للتوسط بين الطرفين، على علاقة جيدة مع النظام وعلى علاقة جيدة مع الإخوان والقوى الإسلامية، كان دورها الحقيقي مو نصر الطرف على طرف بل الوصول إلى حل، وكان بإمكان الحل أن يصلوا له، لما أن المعارضة في سوريا لم تبدأ تغييرية بل إصلاحية، كانت تحتاج فقط وسيط أمين حتى يوصل الطرفين. بالتالي العلاقة مع إيران يمكن لها أن تتغير إلى أفضل ما يمكن خلال قضية، يمكن السؤال عن أنور عشقي وكذا يمكن أحيلها للصديق سليمان إذا حبيت. لأن السؤال لك موجه. أولا سؤال الصديقة سيدة إيلينا عن انعكاسات الأزمة الخليجية على العلاقات الهيكلية الثنائية والجماعية بين دول المجلس. أعتقد بالفعل أن الأزمة معقدة وهيكلية وتدعو في الحقيقة للقلق، وتواجه مجلس التعاون الخليجي يواجه تحدي حقيقي ولكن لا يصل إلى درجة الانهيار. ربما تخرج من المجلس دولة أو دولتين أو دولتان، ولكن مجلس التعاون سيبقى. في الفترة الأخيرة، في الفترة الماضية، تجنبت جميع الأطراف الأزمة التصويب على مجلس التعاون أو وانتهجت نهج تحييد مجلس التعاون، لكن خلال الأسبوعين الماضيين أو 10 أيام الأخيرة بدأت قطر تصوب سياسيا نحو مجلس التعاون ونحو الأمين العام لمجلس التعاون. هذا سيفتح الباب مشرعا لمسألة بقاء مجلس التعاون في شكل الحالي. وأنا أعتقد إذا خرجت دولة أو دولتان من المجلس سيعزز ذلك فرص انضمام دول أخرى.
وأعتقد أن الأردن هو المؤهل الأول للدخول مجلس التعاون الخليجي نظرا لتماثل نظامه السياسي مع دول المجلس ونظرا لارتفاع المستوى الأداء الاقتصادي للدولة الأردنية. وأنا أتوقع أنه الدعوة التي وجهها مجلس التعاون في عام 2011 في القمة التشاورية للأردن وللمغرب والتي تم التراجع عنها لسببين: أولا تحفظ دولتان من دول المجلس على ذلك، واثنين المعارضة النسبية للقوى السياسية في المملكتين الأردنية والمغربية وقلقهم ومخاوفهم من امتداد يعني الطبيعة المحافظة للنظام السياسي الخليجي وانعكاساته على الأردن الذي يتمتع بنظام الملكية الدستورية ويواجه استحقاقات في مجال الإصلاح السياسي. وهذه في الواقع يعني قلق مشروع للطبقة السياسية الأردنية. على كل حال الانعكاس الخطير في لهذه الأزمة هي خروج دولة أو دولتين، والنتيجة التي ممكن أن تكون متغير إيجابي هو ربما انضمام دولة أو دولتين إلى المجلس مثل الأردن، وهذا توقع أنا أعتقد أنه قريب لأرض الواقع نظرا للارتباط استراتيجي بين الأردن والجيوسياسي بين الأردن ودول مجلس التعاون. في سؤال الدكتور راكز عن الأزمة الاقتصادية الأردنية، في الحقيقة يعني لا يمكن حصر الأزمة الاقتصادية الأردنية بالمساعدات. هناك أزمة في النمو الاقتصادي العالمي انعكست على جميع الدول في العالم وفي منطقتنا بشكل خاص، وينبغي لفت الانتباه إلى أن دول مجلس التعاون عندما تراجعت عن ضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون في الحقيقة وضعت بديل، البديل هو منح الأردن 5 مليارات دولار على مدى 4 سنوات وزعت بالتساوي بين 4 دول هي الكويت والسعودية وقطر والإمارات بواقع 1.250 مليون دولار لكل دولة، وأنفق من هذه المنحة 90% حتى الآن على المشاريع. كانت المساعدات الاقتصادية للأردن تتم عبر الدفع لسد العجز في ميزان المدفوعات الأردني. الخليجيون طوروا طريقة المساعدة الاقتصادية للدول الشقيقة وحولوها من دفع الأموال إلى الاستثمار في البنية التحتية، ولذلك الخليجيون وضعوا بنية يعني مشاريع للبنية التحتية حتى يلمسها المواطن الأردني وكذلك المواطن المغربي، يعني 5 مليارات للأردن و5 مليارات للمغرب. المنحة دي 5 مليارات أنفقت على حتى الآن 90% منها أنفق حتى الآن على 35 مشروع بنية تحتية في الأردن. من هذه المشاريع استكمال وإنشاء الأبنية المدرسية، استكمال وإنشاء تجهيز المستشفيات، تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، إنشاء وتأهيل الطرق، تنفيذ وصلة سكة الحديد الشيدية، تنفيذ البنية التحتية وتطوير الجامعات، استكمال إنشاء البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التنموية ودعم مشاريع التنمية، يعني تحسين وتنفيذ تقاطعات الطرق، إدارة الطرق، تشييد إعادة منشآت مائية، تنظيم النقل البري، و مشاريع كثيرة لا يمكن حصرها. إذن طريقة
المساعدة الاقتصادية الخليجية هي التي تغيرت، وليس توقف في المساعدة الاقتصادية. طبعا ميزان المدفوعات يواجه عجز في الخليج، في الدول الخليجية كما هو في الأردن. هذا تحله الحكومات عن طريق الاقتراض وعن طريق السياسات الضريبية وعن طريق أشياء أخرى، إنما المساعدة الخليجية مستمرة ولكن بكيفية وطريقة مختلفة. السؤال الأخير عن العلاقة مع إسرائيل، أنا أعتقد أنه كثير مما يقال يدخل في إطار الدعاية السياسية، لأن هناك اشتباك إقليمي. محور المقاومة الذي تقوده إيران هو في الحقيقة يوظف مسألة القضية الفلسطينية توظيف سياسي، ولكي ما يعطي تغطية لتدخلاته في الإقليم، وكي ما يعطي شرعية لمد نفوذه في الدول العربية، ولذلك يرفع شعار فلسطين. وأنتم جميعا تعرفون أنه شرعية النظام السياسي العربي أو النظام السياسي للدولة الوطنية العربية منذ الأربعينات وحتى وقت قريب كان قائم على شرعية المقاومة إسرائيل والدفاع عن القضية الفلسطينية. يبدو أنه نضج العقل السياسي العربي يعني تمكن من التخلص من المزايدة على هذه القضية، فورثها إخواننا الإيرانيون لطموحات سياسية. طبعا أنا أؤكد للدكتور عمران أنه المملكة العربية السعودية لن تطبع مع إسرائيل قبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية وفق ما يرتضيه الشعب الفلسطيني ممثل بالسلطة الوطنية الفلسطينية. وشكرا جزيلا. شكرا لك سعادة الأخ سليمان العقيلي. يعني احنا متأسفين تأخرنا عليكم بالوقت، بس بدنا نعطي كمان الحديث لمعالي الدكتور سميح المعايطة، لكن قبل ذلك اسمح لي بتوضيح. يعني كل الشكر لأشقائنا الخليجيين، فعلا المنحة الخليجية 5 مليارات وزعت بين، تم صرف انفاق منها حوالي ما يزيد عن 90%، لكن الحقيقة ما وصلنا في الأردن هي مساهمة المملكة العربية السعودية مشكورة، ومساهمة دولة الكويت، ومساهمة الإمارات العربية المتحدة، ولم تصلنا مساهمة قطر والبالغة 1,250,000,000، بمعنى مجموع المبالغ التي فعلا تم تخصيصها للأردن من قبل المنحة الخليجية هي 3,750,000,000. وكل الشكر دائما باسمي أنا شخصيا واسم زملائي النواب وأعضاء مجلس الأمة إلى دول الخليج العربي اللي دائما تقف إلى الأردن، مع الأردن وتقف إلى جانب الأردن. معاليك الحديث الختامي معك. شكرا سيدي. يعني بس بدي أشير موضوع الدولة الوطنية اللي كان يحكي فيه أخونا والمشروع القومي والوحدة العربية، بعتقد أن المرحلة هاي تحديدا ما يسمى بالربيع العربي فرضت على الفكر العربي أعطاء أولوية للدولة الوطنية، الحفاظ على الدولة الوطنية، لأنه الاستهداف كان للدول، لبنى الدول، لجيوش الدول كانت أكثر. بغض النظر بقول لك هاي الجيوش ما هي مش محارب إسرائيل الأخري، لكن وجود دول عربية مؤسسات مؤسسية قوية واحدة من عوامل قوة الأمة أيا كانت مواقفها السياسية. فاليوم الدولة الوطنية واحدة من الضرورات، الحفاظ عليها واحدة من الضرورات. كل الدول القومية اللي ماخذ المنحة القومي، سوريا، العراق، بالنهاية بتتبنى هذا الموضوع. أعتقد احنا بالأردن في النهاية الحفاظ على الدولة الأردنية كدولة وطنية ضمن السياق العربي بالآخر، لكن ما في سياق عربي إذا ما في سياق وطني. ما إذا صارت كل دولنا حارات وميليشيات زي ليبيا وإخوان تصير السياق العربي موجود. فبدك تحافظ أولا على اللبنة الأساسية اللي هي الدولة الوطنية العربية اللي اليوم ضرورة من ضرورات. اثنين، موضوع المساعدات. يعني أنا بعد اللي بحكيه دكتور راكز واحدة من، وأرجو إخواننا بالخليج يسمعوا، كدولة الدولة الأردنية تتعامل مع الأشقاء، تتعامل وفق المعطيات والمصالح، بتتحدث معها شو بهم بيقدموا، الدولة تتعامل معه بجدية زي المنحة، جددوها ما جددوها مشات إلى آخره. لكن اللي بحكي فيه هو في رأي عام أردني شعبي يشعر بالعتب الشعبي. خلينا أكون واضح إنه هالأردن واقع تحت ضغط شديد، إنه بدفع لحوالي 2 مليار من موازنته بدفعهم تبعات اللجوء، إنه بتعرض لانتكاسات اقتصادية بحكم الأزمة العالمية، بحكم أشياء كثير. هو ينتظر شعبيا ينتظروا من أشقائهم وقف معهم،
لكن الدولة في المحصلة دولة لها مواقفها، لها يعني طريقتها بالتعامل، تحترم نفسها، تقدر أشقائها، وبتضل حدود الأشياء. تعامل الدول يختلف، بس العرب والناس بين بعض كشعوب حقا أن تعتب على أو تتوسم أشياء أخرى، سواء كان شكل الدعم هذا أو مختلف. إحنا نقدر ظروف أشقائنا بالخليج كشعوب، لكن بظل بعتقد اللي بيننا أكبر بكثير، ودائما أردن قوي يعني خليج آمن، وخليج آمن وقوي يعني أردن قوي. فنحب تظل هاي المعادلة موجودة اللي هي قناعة شعبية، لكن الدولة في المحصلة ما جاءها مساعدات بتدبر حالها، بتأخذ أي مسارات حتى لو كانت قاسية على الناس أحيانا، لكن الدول لها لغتها غير اللغة الشعبية، وكل يعني بالآخر له طريق تفكيره وله مسار مختلف. شكرا وبارك الله فيك. يعني باسمكم جميعا لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعظيم الامتنان إلى السادة المتحدثين سعادة الأستاذ سلمان العقيلي من المملكة العربية السعودية، معالي الدكتور سامي النصف الكابتن من دولة الكويت، معالي الدكتور سميح المعيطة الأخ والصديق المحترم. ويعني اسمحوا لي أن أعتذر من الإخوة اللي تقدموا بأسئلة ولم تتاح الوقت بسبب ضيق الوقت، أعتذر منكم جميعا. أنا محدثكم خير أبو صعليك، شكرا لكم. شكرا لك أخي عريب. أنا بدي أبني على تقدير صديقي العزيز الأستاذ سليمان العقيلي لما قال إذا بتطلع قطر بفوت الأردن. خلينا نسرع هالعملية أرجوك، يعني جايك هاي مزحة مش توصية، هاي مزحة وليست توصية. فقط أريد أن أشكر يعني الصديق العزيز الأستاذ خير أبو صعليك، يعني رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد في البرلمان، على إدارته الواعية والذكية والحازمة أيضا لهذه الجلسة كما عودنا دائما. شكرا للمتحدثين أيضا، لأنه تأخرنا في الوقت اختصرنا الاستراحة لثلث ساعة، 20 دقيقة الاستراحة، تتأخروا على حسابكم، 20 دقيقة ونعود.